اهلا بيكم. في مناطق خطره جدا على الطب في مصر وفي العالم العربي، مناطق بنسميها مناطق الخطوره، ومناطق الخطوره دي لازم ننبه عليها. عندي منطقتين، منطقه قديمه ومنطقه حديثه. ابدا لكم بالقديم. من زمان قوي وانتم عارفين الكلام ده لان انا حاربته لفترات طويله، طلع من حوالي 10 سنين 11 سنه لا اكتر من 15 سنه طلع اصوات تقول لك لا احنا نعمل حاجه اسمها الطب البديل، وسيبك بقى من الطب والادويه ونعالج بالاعشاب ونعالج مش عارف بايه والشمندر والفجر والجرجير، مع احترامي للحاجات دي طبعا، بديل الادويه اللي بياخد دواء ضغط، سيبك بقى من دواء الضغط، بلا مدر بيقول بلا بتاع ولا بيتا بلوكر ولا الفا وبيتا ولا الكلام ده كله، ارجع ده على جنب واديك توم، اديك حاجه بتنمو جنب البرسيم، ده هيخليك تتعالج من الضغط. الكلام ده طبعا تهريج وتخريف رهيب. على مدار 15 سنه طلع الدجالين دول واحد ورا التاني اللي بيقولوا احنا بتوع طب بديل، وقعدوا يتكلموا، ويعني بعضهم بالغ جدا في ان وشط لدرجه انه كانوا بيتكلموا في كل برانشات الطب. لو انت عندك تاخر انجاب تعالى هديك النبته الفلانيه هتخليك تنجب، والدليل اتصالات جايه لنا من كل العالم، والاتصالات دي كلها كانت بتبقى متفبركه، يعني كومبارس بيتصلوا انا خدت العشبه الفلانيه وما كنت بخلفش بقالي 15 سنه ورحت لكل الدكاتره، بس لما خدت العشبه الفلانيه معايا اربع عيال. وتلاقي طبعا بيتصل من الكابينه اللي بره زي ما كان بيتعمل في فيلم فبراير الحزين، فيلم رائع جدا كان بتاع الاستاذ خالد صالح الله يرحمه. ده فبراير الاسود ده حاجه بتحصل من 15 سنه وما زالت بتحصل لغايه دلوقتي، مع تنوع مين اللي بيتكلم، المنابر اللي بتتكلم. على فكره مش في مصر بس، حكايه الدجالين والمشعوذين اللي بيقولوا ان الطب ويرمي الادويه وما تاخدش انسولين، هتديك بدل الانسولين حاجه موجوده في الطعميه اسمها البقدونس ولا اسمها الكسبرة، دي احسن من الانسولين. انا سمعت الكلام ده بودني وشفته بعيني، والناس اللي قالت الكلام ده المفروض تسجن بجد. بعيدا عن دول، ده موجود في بره في العالم كله على فكره، في امريكا في اوروبا في ناس بتروج للكلام ده وبتقوله، والناس دي برضه بتتصف بيوصفوا بانهم يعني بيلاحقوا بالقانون هناك. في حاجه تانية كمان اسمها الاستشارات اونلاين، ان انا ابدا بقى اروج لفكره انت مش لازم تروح لدكتور، انت ممكن تتصل بيا وانا اقول لك الحل عبر تطبيق، التطبيق ده هتحوله على موبايلك وهيوصلك لاي دكتور ايا كان. طبعا بيبقى برضه اللي بيردوا عليه مش دكاتره بس حافظين اجابات معينه، بيردوا عليه سواء مسج تكستنج او حتى بالفويس. ما اعتقدش ان في دكتور يعني اتعلم في كليه الطب هيلجا للنوعيه دي من التطبيقات، لان ده تخريف كامل. دي واقع ما بين الدجل القديم ودجل حديث مقنع بالتكنولوجيا. النهارده اكيد هيكون اول سؤال ليا لضيفي العزيز استاذنا، ايه رايه في الاثنين دول؟ مع اكيد الاسطوره الحيه للعلوم الطبيه استاذ الاساتذه اللي تعلمنا منه الكثير، ومش احنا بس، العالم العربي كله تعلم منه، واجيال كبيره وكثيره ومتنوعه من قامات الطب تعلمت من استاذي استاذنا استاذ الدكتور حسام موافي. بلاش ان الواحد يعمل لحد سونار ما يكونش فاهم فيه لمجرد انه يعني بيتمنظر او بيطمنه، ده كارثه. كلمه مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين ماده سامه، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهبل، البول جزء من وظائف الكلى، يعني ساعات كتير قوي دكاتره يطلبوا وظايف كده وما يطلبش بول، ينسى مش ينسى، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى ورم كبد شخصيا او جايله من قولون، اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الموجات الصوتيه. وجات صوتية رائعة. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعة مقطعية يقول لك لا ما انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجة،
الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي. الاستاذ الدكتور حسام موافي، الرئيس الشرفي لجامعه النهضه، عضو اللجنه الدائمه لترقيه الاساتذه والاساتذه المساعدين بالمجلس الاعلى للجامعات، عضو لجنه القطاع الطبي بالمجلس الاعلى للجامعات دوره 2018-2021، استاذ طب الحالات الحرجه كليه طب القصر العيني جامعه القاهره، عميد كليه الطب جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الامناء بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الامراض الباطنه قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعه القاهره، رئيس قسم طب الحالات الحرجه جامعه القاهره، مؤسس الوحده الثالثه لطب الحالات الحرجه كليه طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كليه طب جامعه القاهره، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابه الاطباء، رئيس الجمعيه المصريه لطب الحالات الحرجه، عضو الجمعيه المصريه لامراض القلب، عضو الجمعيه المصريه لامراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجلات العلميه المحليه والعالميه، رائد طب الامراض الباطنه في مصر والوطن العربي، قام بتاليف كتاب الامراض الباطنه، تم تكريمه باطلاق اسمه على دفعه 2015-2016 كليه طب جامعه القاهره. استاذنا استاذ الاساتذه الاستاذ دكتور حسام موافي، هذا يوم عيد. الله يحفظك يا ايمن، شكرا جزيلا. الحاجتين دول نخليهم في اخر انا بصراحه مش عايز اعلق عليهم، مش عايز اغلط. لا 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 مش عايز اغلط، لازم اعرف راي حضرتك. ما رايي انت عارفه، بس انا مش عايز اغلط، بس عشان نفصل للناس. الناس دول حسابهم عسير، هو نظره قصير جدا، هو بص للدنيا والقرشين اللي جوله او الشهره اللي خدها، إن كان بيدور على شهرة أو على فلوس، بس ده حسابه عسير. يا أيمن، عشان قرص يخش بقي بيقعدوا 15 سنة يجربوه، 5 سنين على حيوانات، و5 سنين على مرضى، و5 سنين على متطوعين، وياخدوا ينزل السوق ويراقب، إذا عمل أي حاجة بيتسحب تاني. إزاي يتكلم كلام ده؟ إزاي؟ وبعدين مش هو بيقول لي الكزبرة بتضيع الأحسن من الأنسولين؟ ماشي، قول لي الجرعة يا جميل، جرعة الكزبرة قد ايه؟ شوية لفة يعني ولا لفتين ولا ايه ده؟ هو بقى هو مش غلطان، هو اللي سمعه هو اللي غلطان. يا اخوانا ده نصاب، اتفقنا؟ هو مالناش دعوة بيه، اللي سمعه وينفذ الكلام ده هو اللي غلطان. ما انا لما ابص الاقي فيديو في هذه التخاريف، في مثلا 1,000,000 مشاهدة، المليون دول شاركوا في الجريمة. لا يسمعوه بس ما ينفذوش، يسمعوه ويضحكوا عليه. ما هما المليون مشاهدة دول بتدي مصداقية للحوار، يقول لك ده للأسف دلوقتي حتى يعني هقول لحضرتك إنه بعض العقلاء في الفن لقوا إنه الناس غير موهوبة جايبينهم من السوشيال ميديا بيخلوهم يمثلوا بناءً على الفولورز بتوعهم، وهم بلا موهبة بلا أي حاجة، ودي حاجة كوميدية جدا. الطب نفس الكلام، السوشيال ميديا خلت ناس يعني موجودة. أنا عندي كلمة واحدة بس ببلغها للناس دي، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما نقدرش نقول أكتر من كده، لأن الدولة ما بتطردهمش. يعني ده والله والله ألعن من بتوع المخدرات. هو بتاع المخدرات ما هو واضح وصريح معروف. لا، والفولور بتوع المخدرات معروفين، إنما الفولور بتوع دول أكتر جايز كتير جدا جدا طبعا. وبعدين لما يتوفى هذا المريض اللي بطل العلاج وخد الكزبرة، مين المسؤول عنه؟ مين مسؤول؟ السوشيال ميديا هتبقى مسؤولة عنه؟ ولا بطل دواء الضغط ده الأنيل ده، واحد بخلى ناس تبطل، يقول لهم بطلوا المدرات البول، بطلوا البيتا بلوكر بدواعي السايد افكت، وخدوا بدلهم توم، وخدوا بدلهم عشبة بتموا جنب البرسيم اسمها مش عارف حاجة مسخرة. كان في احد المقدمي البرامج المحترمين يعني استضاف واحد، انا من حظي السيء اني سمعته والله، دكتور يقول لك احسن حاجه للكورونا التراب. ده دكتور اقسم بالله العظيم دكتور قال لك، عشان كده الفلاحين ما بيقولهمش كورونا، عشان بيقعدوا تحت الشجره والتراب بيخش في مناخيرهم، الطين
احسن حاجه لعلاج الكورونا في التلفزيون، والراجل المقدم راجل مهذب جدا وحي، فكل اللي بيعمله بيبتسم. لا ده ما يتزعش، ده ما لا ناس تصدق، لا ناس تصدق ان التراب بيمنع كورونا. هو ناس صدقت ان السريس مش عارف بيمنع ايه. يعني انا يعني العلم مش سهل كده، وبقت كل المصريين دلوقتي ساقطين تالتة طب. يعني هنتكلم على حكايه الاونلاين دي، هقولها لحضرتك لان دي خطر جدا واتسالت فيها، فانا هسالها حضرتك رايك فيها، هو اصلها قصه مخيفه جدا. طيب خلاص، واحنا في الاخر برضو نتكلم على حريه الراي معاها. الحالات النهارده استمرار لحالات الحالات النهارده، الحالات دي جات لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، في منها حالات حقيقيه مباشره لريلاتيفز لناس يعني واقعيين جبناها النهارده. الحاله الاولانيه بتقول انا راجل عنده 53 سنة، عمل جراحة قلب مفتوح لتغير ثلاث شرايين من ثلاث سنين، وما كانش بيعاني من أي مرض بدل العملية، لكن من شهر بدأت رجلي تورم مع عدم القدرة على النوم بارتياح. كده هارت فيلير. طبعا هو دخل في هبوط قلب الواضح، يعني طبعا ممكن يكون ده تجمع مية حوالين القلب، الله يعلم، بس بالتفكير البسيط ده هبوط عضلة قلب، خاصة انه عامل عملية ثلاث شرايين مغيرهم، قعد ثلاث سنين كويس، ده لازم يروح يكشف بسرعة جدا 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 جدا. والابحاث اللي يعملها اهمها الايكو، ايكو على القلب، وقد يحتاج يعمل قسطرة تاني، قد يحتاج، او المالتي سلايس اللي هي الاشعة المقطعية للشرايين. ليه؟ نشوف ايه اللي تسد منه. هو عامل عملية، الله اعلم، جايز الشرايين احد الوصلات اللي جرحه قفلت، ودي بنشوفها كتير جدا جدا، فهل تعمل عمليه ثاني ولا اعمل له قسطره واسلك دي، ولا عايز دعامه؟ كل دي احتمالات موجوده، انما ده هبوط في القلب غالبا 99%. هو مش عارف ينام فلات لان الجهه اليسرى ابتدت تعمل احتقان في الرئه، ورجليه ورمت لان الجهه اليمنى ابتدت تهبط فرجليه ورمت. الاثنين دول عايزين لازم تروح لدكتور يا ابني بسرعه جدا جدا. الكلام ده مهم جدا، لانه يعني مش معنى ان هو غير شرايين لا ما يتاخرش، ما يتاخرش، لان كل ما اتاخر كل ما يعني هي عضله جعانه مش لاقي دم، فانت ما تسيبهاش جعانه فتره طويله. ست الحاله الثانيه، ست ولدت اول مولود ليها من 5 شهور، سنها كان 35 سنه، لاحظت ان ما عندهاش القدره على إرضاع الطفل مع ضعف عام ونقص في الوزن. قالوا لها ان ده اكتئاب نفسي، وكتب لها علاج، والحاله تدهورت بعد كده. بماذا تنصح؟ ده فيلير اوف لاكتيت افتر ديليفري، ده شيهان سندروم بوست بارتم هيمور. هي كنت تتمنى لو كتبت الولاده كانت دفء طبيعيه ولا متعثره. كانت تساعدني جدا في ان انا افكر. الشيهان اللي هو هبوط الغدة النخامية بعد الولادة وجلطة بتحصل فيها وتحشر أو اسمها انفرشن، يعني تخثر، اللي هو تخثر، ده مش يعني كان لازم تقول لنا ما يحصلش مع الولادة الطبيعية نيفر يعني. فهي إذا كانت نزفت بعد الولادة أو حصل مشكلة أو كانت بلاسينتا بريفي أو أي حاجة ممكن يحصل هذا غدة مسؤولة عن انها ترضع، ما بتشغلش، ما هي باظت الغدة النخامية بس. مسؤولة عن انها ترجع الدورة كما كانت، ما رجعتش. مسؤولة عن بناء العضلات والجسم، ما اشتغلتش، يبقى هتبقى هزيلة. انما اكتئاب انا ابعد الاكتئاب شوية، يعني قد يكون الدكتور له حق وقاس الهرمونات وطلعت نورمال وتكون اكتئاب، بس ست سنها 35 وخلفت هتكتئب ليه؟ يعني ايه ده واعي اكتئاب لواحده منتظره بيبي دي 35 سنه؟ فانا بعيد عن الاكتئاب شويه، لكن اشخصها هبوط في الغده النخاميه. والتحاليل مهمه جدا، لان هي اللي هتفرق لي بشكل واضح. في حاجه ممكن نساعدها بيها، ضمور الثدي. ضمور الثدي دي حلو، يعني الظاهره مهمه جدا جدا كده، وسقوط الشعر. سقوط الشعر يعني في كذا حاجه كده الى جانب الهزلان اللي حصل، انخفاض السكر، الشعر وانخفاض السكر، انخفاض السكر، ونشوف الثدي هل دمر ولا لا. تروح لدكتور بسرعه وبلاش ايه
نعمل سقطين ثالثة. شاب عنده 23 سنة مش متجوز منذ سنة بيشعر بصعوبة شديدة في البلع هذه الأيام مع البرودة الشديدة أيضا. بيلاحظ أنه تغير الأطراف حصل لونه تغير للون الأزرق وده طبيعي ولا بيشير إلى مرض؟ لا ده دي حاجة مزعجة. ده غالبا سكليروديرما. الاتنين دول يتقابلوا كده. أوبا. واحد مش عارف يبلع. أيوة. ديسفيجيا ورينولز. لا نشرح بقى السكليروديرما عشان دي بقى إيه كيس جامدة. لا, لا دي ده أنا ده بقى أقعد كده أصبر. دي غالبا سكليروديرما غالبا. طبعا احنا ده مرض مناعي يا جماعه اسمه سكليروديرما ملوش ترجمه بالعربي له تليف الجلد. تليف الجلدي. تليف الجلد بيحصل ان الجلد يدي عليك يتشد قوي يدي عليك مع اوعيه دمويه بتضيق وصعوبه في البلع مع مشهور. تليف في المريء شديد ده بيشخص بسهوله شديده جدا جدا لكن يعالج بصعوبه شديده جدا 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 يتعالج بصعوبة جدا لكن يتشخص بسهولة. بيبقى في الشباب تلاقي أول حاجة يشتكي منها مش عارف أبلع الأكل بيقف هنا نعمل له بيريم نلاقي فعلا المريء متليف جدا نعمل له دوبلكس على شرايين تلاقي الدم مش واصل عشان كده هو بيزرق في البرد. أيوة. لأنه بيحصل تقلص شديد في الشرايين. يعني في ناس فاكرة أن السكليروديرما ده أو المرض العين ده بيجي في الجلد بس لا ده بيصيب الأوعية الدموية يعني ممكن تلاقي الكلى تعبانة والرئة تعبانة طب إيه اللي جاب دول في الجلد؟ لا ده أوعية دموية عنده فاسكولايتس يعني فده لا ده مش حلو ده يكشف إن طلع سكليروديرما ما أتمناش إنه يطلع كده إنما ده مرض بيخلي حتى ما يعرفش يعمل إيدي كده كأنك لابس جوانتي وحتى تعبيراته الوجهية بتبقى خلاص ثابته بيبقى عامل زي الباركنسونيزم بيتشد وشه قوي وما بيقدرش يبتسم لانه وشه اتشد مش مرض حلو يعني مرض مش لطيف مرض مناعي ومش مفهوم سببه لا كل المناعي مش مفهوم بالظبط بقى من ضمن المجموعه يعني. بنت بتقول ان عندها هي انسه عندها 42 سنه انسه الدوره الشهريه بتقعد عندها 12 يوم وبغزار بتشعر بضعف عام عدم استطاعه لصعود السلم خاصة إنها بتسكن في الدور السادس ومفيش أسانسير طبعاً طبعاً وأنا مغمض يعني دي نقص حديد طبعاً وأنا مغمض واحدة الدورة 12 يوم وأكيد عندها نقص حديد شديد جداً ونظبط بقى موضوع الدورة ب 12 يوم دي نشوف إيه سببها في الناس قادرة تطلع السلم يعني ده أنيميا الأنيميا بتاعت نقص الحديد هي أجمل أنيميا لأنها تتصلح بسهولة بس قبل ما نصلحها نقفل الحنفية يعني لازم الست دي تروح لأمراض نساء هي غالبا أورام ليفية لأن بنت ما اتجوزتش و 42 سنة ده السن بتاع أن الأورام ليفية تعمل مظهر يعني. ممكن هتروح لحد نساء هيعملها موجات صوتية على الرحم يشوف المنظر إيه طبعا هي 42 في احتمال أنها تتجوز بس أنا ضد أنها تخلف يعني حتى لو اتجوزت يعني أنا خايف من بتاع النساء يقول لها نشيل الرحم تقول له ده انا لسه ما اتجوزتش ما هو الخلفه بعد الأربعين خطر يعني العالم كله دلوقتي متفق على ان الخلفه قبل الأربعين واكسبشن بقى بعد الأربعين ده اكسبشن فانا هي هتخاف انها تروح لنساء روحي يا بنتي روحي ما تخافيش ومش شرط يقول لك شيل الرحم خالص لكن ممكن جدا جدا يعالجك نقفل الحنفيه ثم نصلح الانيميا نعمل صوره دم مهمة جدا هنلاقي الهيموجلوبين واطي الهيموجلوبين بالنسبة لسن 40 هيبقى مثلا 11.5 12.5 دي هتلاقيها 7-8 هتلاقيها 7-8 مش أكتر من كده قد يكون هناك أسباب أخرى تخلي الدورة تقعد مدة طويلة تبعنا مثل نقص الصفائح هتبان في صورة الدم يعني الست دي لو عندها نقص صفائح هيبقى بحر عندها تليف كبد لو عندها تليف كبد الكبد هو المسؤول عن التجلط مش هيتجلط هيبقى بحر فهتروح لازم تروح لواحد يقيمها هل هي مشكلة بطنية مثل الصفائح أو جايز بتاخد دواء جايز بتاخد أسبرين جايز بتاخد ماريفان عشان عندها مشكلة في رجليها جلط وهي مش واخدة بالها أو ما قالتش فده مهم جدا إنما
المربط الفرس الدورة هي اللي مخليها مش قادرة تطلع السلم عشان الأنيميا. طب الدورة مربط الفرس نشوف هل هي مشكلة في الرحم ولا مشكلة تبعي باطنية صفائح أو تجلط أو غيره. عندي بقى حاجتين مهمين قوي. أيوة خلي حرية الرأي شوية صغيرة. طيب. بس حتة الأونلاين دي مهمة قوي. بدأت تظهر دلوقتي موضة يا باشا أبليكيشن هنزله لك على السوشيال ميديا يخليك بدل ما تروح للدكتور اتصل تاخد الخدمات الطبية زي ما أنت عايز. فعلا موجودة والله. أنا ما أعرفش ده موجودة وإيه وبدأت خدمة يعني طبية بالتليفون. بالتليفون تكشف بقى بالتليفون تقول اللي أنت بتشتكي منه نقول لك نرشح لك نعمل لك. دي كارثة يا كارثة. دي كارثة يا أيمن ولا يجب أن الدولة تسيبها؟ لا يجب إطلاقا. دلوقتي يا أخوانا أنا بشخص إزاي؟ أولا الطب يبدأ بالتشخيص. الكلمة دي قلتها مليون مرة. الطب يبدأ بالتشخيص. أما أعرف ده قولون تقرحي هدي له كورتيزون نفس الأعراض لو عنده أميبا. لو اديته كورتيزون هيلعلع الأميبا. مش محتاج كورتيزون. نفس الأعراض خلاص. لما يكلمني بالتليفون يقول لي أنا عندي زنتاريا ومرة إسهال ومرة إمساك ومرة لقيت دم ومخاط في البراز. طب يلا يا جميل يلا شخص. ده أنا ممكن لما أكشف ما أعرفش شخصه وأبقى محتاج منظار. احنا بنشخص بثلاث حاجات. واحد كلام العيان. اتنين الكشف. تلاتة الابحاث. الاستاذ بتاع التليفون ده اختصر القصة كلها على تليفون يعني كلام العيان. طب افرض العيان مبالغ ويا ما بشوف عيادتي. على فكرة انا بيجي لي واحدة تبالغ وانا عارف كويس جدا جدا. انا خلي بالك قراري بيتاخد من كلامك. خلي بالك قراري انا هعمل منظار ولا هوديك المستشفى ولا هديك حقنه ولا ما انا بخوفهم بقى. هيتاخد على كلامك. لو سمحتي مش عايز مبالغه تروح مغيره على طول. لما تتخض تغير على طول. فافرض عين مبالغ بيكلمني التليفون بطني هموت مش عارف ايه هتعملوا ايه. يلا عالجوا بقى ده زايده ولا التهاب بنكرياس ولا قرحه اتخرمت. الناس مستهونه فاكره ان ايه ركبي. طب خد دواء روماتيزم. اللي عمل السوشيال ميديا وعايز ياكل عيش على حساب الغلابه اللي هيصدقوه. مره واحد كلمني منهم لهدف ما يعني وما يعرفنيش ولا انا اعرفه وانتحل شخصيه غير الشخصيه. المهم يعني تبين لانه هو المسؤول عنه. فانا سالته واحنا بتتكلم قلت له يا ابني ده نصب. قال لي ما ينفعش تقول لي كده في وشي. قلت له لا نصب بقولها لك في وشي. لا هقولها لك في ظهرك. لا نصب يا حبيبي. وبعدين رحت قايل له الجمله اللي ما عرفش يجاوب عليها. قلت له لو والدتك تعبت هتعالجها بالطريقه دي؟ هتتصل بالابلكيشن بتاعك دوت وتاخد النصيحه وتعالج والدتك على نفس تهرب من الاجابه. وقفلت السكه. قضيه خطيره جدا 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 حكايه ان واحد يعالج بالتليفون. يا ده كانت المشكله اتحلت خالص يا ايمن. كنا ارتحنا اقعد في السرير على التليفون وكل عيان يقول لي طب انا عايز يجاوب لي واحد صدره بيوجعه. قد يكون 12 سبب بولري امبوليزم. قد يكون 12 سبب تايدز سندروم. قد يكون سؤال بكالوريوس ديسكاس ديفرنشال اوف تشيست بين. ممكن يكون عملها هو ارد باللورزي. ممكن يكون بالمرن ولا هيساله الاسئله. طب واكشف طب ضغطك كام؟ هيقول له ضغطك كام؟ النبض والحراره والضغط دول ألف ب. طب بالتليفون جابهم ولا هيقول العيان قيس ضغطك وقول لي. وعلى فكره وقيس نبضك. الحاجات دي مش اسئله يعني. ما ينفعش اسال عيان اقول له ايه وانت ضغطك كويس فيقول لي كويس فانا صدقه. صدقه لا ومين اللي قاسله؟ مين اللي قاسله؟ مراته ولا ابنه ولا الصيدلي ولا مين؟ مين اللي قاسله؟ ابو العريف انتظر حضرتك عايز يقول كلمتين قوي. انا بموت فيه والله بحبه جدا. اوعى ابو العريف يغيب في حلقه. ابو العريف اتفضل يا باشا. عاطف عرف مؤخرا ان جاله السكر وحزز في نفسه انه هيتحرم من الاكل اللي بيحبه. عاطف يا باشا من عشاق الاكل. بيفطر كذا مره ويتغدى كذا مره ويتعشى كذا مره. وابن المحظوظة ما بيبانش عليه.
قلت له اسمع يا عاطف، زمان كان فيه فيلم اسمه المرأة التي غلبت الشيطان، هنصحك نصيحة تعمل منك أسطورة علمية ويطلعوك في التلفزيون يقولوا الرجل الذي ضحك على مرض السكر. أنا شفت الدكتور بتاع جراحة سمنة بيقول فيه نوع من الجراحات دي بتقضي على مرض السكر، قال لي بس أنا مش تخين لدرجة جراحة سمنة. هي دي لأن يا عاطف أنت تفتح في الأكل والحلويات والمفتقة والسمين واللازم منه وتنسى مرض السكر خالص لحد ما تتخن جامد وتروح تعمل جراحة السمنة اللي بتقضي على مرض السكر، ترجع منها لا تخين ولا عندك سكر. أي خدمة أي خدمة، الله يخرب بيتك. ده اشتغالة، ده مفيش الكلام ده مش صحيح طبعا خالص يعني. لا ده الناس عارفة ان هو بيهرج بيهرج جامد يعني، مش هندخل الناس وبعدين نعمل لهم عملية. على فكرة يا اخوانا ياللي بتعملوا كده، والله ربنا مش سهل خالص. مشكلتنا يا اخوانا مع ربنا اللي بقولها لولادي وللتلامذتي وللناس كلها واي حد يشوفه، مشكلتنا مع ربنا ان الثواب والعقاب مؤجل. اوعى تفتكر نفسك نفيت، الثواب والعقاب مؤجل. الكلام ده موجه للي بيفتوا ولا الكلام للناس كلها اللي عاملين الحاجات واللي عاملين الحاجات دي؟ العقاب مؤجل يا حبيبي، انت ايش عرفك بالطب؟ انا عشان اكلمك يا ايمن كلمتين، خدت ثانويه عامه طلعت من الاوائل ودخلت اصعب كليه كل الطب وطلعت من الاوائل في بكالوريوس وقعدت نايب اتلب كل يوم عشان ابقى محترم، وخدت ماجستير واحد ثم ماجستير اتنين ثم دكتوراه ثم عملت 180 بحث عشان اقعد اكلمك. ده بيقول لي بقدونس نهار اسود كزبره كزبره متاسف. في كلمه يعني زي ما بيقولوا كلمتين وبس على راي احمد رجب، حريه الراي دي قضيه كبيره. ده تحتك بند حريه الراي دي، في ناس تجاوزت كتير تانية جدا جدا. انا بقرا الاهرام من وانا سني 8 سنين لحد هذه اللحظه، انا مشترك الاهرام ده مقدس عندي يعني جريده فعلا. لا 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 انسى واحد بيتريق على واحد عشان في الكورونا بيقول له لن يصيبنا الا ما كتب الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله، اتريق عليه. لا حول ولا قوه والله العظيم ثلاثه. طيب انت قول البسوا كمامه على عيني وراسي، ارفع لك القبعه، تباعد اجتماعي، انما الا قلق كل ان بتتري عليه. لا يا راجل دي حريه راي بقى. لا طبعا. طب ما هو حريه رايه، طب ما هو كمان حريه رايه يقول كل ان هو حر. لا, لا هو ما فهمهاش، هو مش حر، لا ده حر ولا ده حر. في تعليمات بتتعمل من الدوله انت تنفذها وفي مشاعر انت تحترمها. لا يا ايمن، حريه الراي خدت سكه يعني للأسف. انت عارفها كويس جدا جدا كويس. وفي ناس كتير عارفينها. ده ضاره الامن الوطني، ضاره الامن القومي، امن الوطن وامن القوميه المصريه العربيه ضرت بسبب شعارات للاسف حملت كلمه حريه الراي، وليست حريه الراي ولكنها كانت شراك وكانت مؤامرات على مصر. لا حريه الراي لازم تحط لها حدود طبعا. أنا رأيي إن اللي بيكتب أو بيذيع أو كده يتقال له تكر يعني مثلا، أما بتتري على طائفة معينة طب هم معتقدين إن هم على حق، هم غلطانين ماشي، ما حبكش بقى الدنيا ما قفلتش على المجموعة دي، أفضل ماسكها كل أسبوع بتريق. ما يصحش ما يصحش إطلاقا. حرية الرأي لها حدود، واللي يتعداها يتعاقب يتعاقب، ما يتسابش كده. وفي الغرب قيل هذا الكلام. طب ما انا بطلع معاك بقى لي 3 سنين، طب ما انا اقول حريه رايي واقول رايي في كل حاجه، دي سهله يعني؟ ما احنا عندنا قصر عيني ما فيهوش سلبيات، لكن ده كياني. مصر ما فيها سلبيات لكن ده كياني، ده حته من دمي ديني، ما فيهوش ناس عملوا فيه سلبيات وهم متدينين لكن ده كياني. ما نكس على النقطة دي بقى عشان تبقى هي دي الحديث المجتمع.
احنا عندنا كده حاجتين محتاجين حلقه كمان، حريه الراي دي، والحلقه اللي فاتت كمان كنا محتاجين نكمل في اجزاء مهمه جدا حول الوسطيه وحريه الراي. الاثنين لازم يبقوا هم حوار خاص جدا. يعني ايه وسطيه فهمها؟ وايضا حريه الراي بدون الشطط. يا ريت حريه الراي تبقى وسطيه. بالظبط كده، يا ريت. ما هي الوسطيه، ما هي حريه تبقى حريه الراي الحقيقيه، الحريه المحترمه للراي الحقيقيه هي الوسطيه. والله ساعات يا ايمن السم في العسل. طبعا. وتقرا ما بين السطور تلاقي نفس حاقده مريضه هو اللي بيكتب. ليه كده يا اخوانا؟ ليه؟ نورتنا وشرفتنا. الله يحفظك. ونورتنا بجد. الله يحفظك. يعني نورت لنا عقولنا يعني. استاذ الله يحفظك. دكتور حسام موافي، كانك من الناس الحلوه، خليكم على سلام. كتير من الناس عملت ليزك، كتير من الناس ناويه تعمل ليزك، كتير من الناس عملت وبتتابع، لانه ده برضو يعني لازم يبقى في الثقافه. انا عملت ليزك، هل لازم اعمل تشيك اب؟ ده من ضمن الاسئله اللي هسالها لضيفي. العضلات اللي جوه العين بتحاول تعمل فوكس على مسافه محدده طول الوقت، بتجهد بعد عدد معين من الساعات، فممكن تحس برضو ان نظرك مش قوي زي الاول. البي ار كي ان انا اللي هو ان انا بسلط شعاع الليزر على سطح القرنيه، بنشيل بس شويه الخلايا بتاعه الخلايا، بس طبقه بسيطه من الخلايا. طبعا ده قديم، يعني احنا كده كنا بالاول بنشيلها بحاجه كده زي مكنسه، لا دلوقتي بقينا هنشيلها بالليزر نفسه. الدكتور احمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 25 بحثاً منشوراً دولياً، أكثر من 100 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في عالم الناس الحلوه. النهارده عيون، والنهارده يعني واحد من اعمده الثقافه الطبيه المصريه، اعمده الناس الحلوه، النهارده ضيفي. وكمان الموضوع النهارده موضوع يهم سكيل واسع قوي، لانه كتير من الناس عملت ليزك، كتير من الناس ناويه تعمل ليزك، كتير من الناس عملت وبتتابع، لانه ده برضو يعني لازم يبقى في الثقافة. أنا عملت ليزك، هل لازم أعمل تشيك أب؟ ده من ضمن الأسئلة اللي هسألها لضيفي. يمكن هبدأ بيها كمان، يعني مش نهاية العلاقة بيننا أن أنا أعمل ليزك وأروح خلاص. هل أتابع؟ طب كل قد إيه أتابع؟ طالما الحمد لله ما فيش مشاكل أعمل سيرفس، يعني أجي بقى كل مثلا سنة سنتين عن نفهم. لكن عنواننا النهاردة عمليات الليزك وما يحدث حولها. يعني إيه؟ هنجهز العملية إزاي؟ عملية ثم ما بعد العملية ممكن تحصل تظبيطات، مين أعلى من مين في الأنواع، ده كلام مهم جدا. لكن خلي بالكوا، الناس كتير معتقدة مثلا التلفزيون بيأثر على النظر. هو الحقيقة علميا، وبرضو ضيفي هيصحح المعلومات دي، إن التلفزيون أو الكمبيوتر ما بيسحبش النظر، لكن ممكن يسبب مشاكل تانية في العين زي جفاف العين، يزود الجفاف، يخليه أسوأ، وده ممكن يعمل تشويش في الرؤية أو مشاكل في الرؤية. الإضاءة الخافتة، الناس كتير تقول لواحد يدخل على أوضة مثلاً، واحد قاعد في الأوضة تقول له أنت موطي النور ليه؟ الإضاءة الخافتة دي بتضعف النظر. برضو التصحيح، هي مش بتضعف النظر، هي بتسبب إجهاد لعضلة العين. الجزر ما بيقويش النظر، يعني اللي عنده -7 هياكل جزر مش هيبقى -3، او لو ما اكلش جزر في حياته السبعه دي هتتحول ل9. الكحل ما بيفتش العين في اي شيء، ما بيعالجش اي حاجه في العين، لان في معتقدات دي موجوده في حتت كتيره، وخصوصا مثلا في سينا، في البدو، في عندنا في العرب عموما عندهم اعتقاد في الكحل قوي، وفي الحتت الشعبيه عندهم اعتقاد في الكحل مهم قوي. برضو يعني هل السهر بيأثر؟ حاجات كتيره. كلمة ضعف الإبصار دي كلمة احنا بأي حاجة بنعملها بنقول لها بتضعف العين. مين اللي بيضعف؟ ده السؤال الذي يفرض نفسه. ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع مصريا وعربيا وعالميا في عالم جراحات العيون، اللي بنفتخر جدا بالحوار معه وبوجوده كركن ركين أساسي في
الناس الحلوه والدكتور ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد عساف اللي بسعد جدا بزيارته وكالعاده يعني بشياكته. ما نجيش جنبك حاجه من المتنافسين. لا 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 واحد من قمم الشياكه يعني. الله يخليك ده من ذوقك. منور يا دكتور احمد. انت الناس الحلوه بتشوف كل حاجه حلوه. ربنا يخليك لي. انا بقى عايز ابدا بس بالحته دي قبل ما ادخل النهارده في حلقه طويله وفيها مضمون مهم قوي، لكن هل فعلا التلفزيون والاضاءه الخافته بتاثر على العين؟ لا زي ما احنا قلنا كده. لا لا لا, لا. هي بيجهد العين يعني. انا دايما اجهد للعين ان هو مهما كان التلفزيون هي عباره عن شاشه عباره عن بيكسل صغيره عشان تكون الصوره ويندرج تحتيه كمان الموبايل والكمبيوتر والايباد كلهم حاجات بيكسلز، فبالتالي بتبذل مجهود انت حضرتك علشان تفسر الصوره اللي قدامك او تفسر الكلام اللي قدامك. بيبقى العلاقه ما بين العين وما بين المخ يعني زي ما يكون يعني الاثنين بيشتغلوا مع بعض جامد قوي علشان يفسر الحاجه اللي قدامه من غير انت ما تعرف او من غير ما انت تحس. غصب عننا بان احنا بنقلل معدل البربشه بتاعت العين. يعني المفروض ان انا اقفل عيني وافتحها كامله كذا مره في الدقيقه، حوالي 18 مره مثلا او ممكن يكون اكتر او اقل شويه صغيرين. لا احنا ممكن احنا منبهرين باللي احنا بنشوفه بالعشاشه فنعمل كده اهو. ده يعمل جفاف على طول يعني يخلي الدموع تتبخر بسرعه وبالتالي تحس بحرقان، تحس بزغلله في العين. كمان في نفس الوقت العضلات اللي جوه العين بتحاول تعمل فوكس على مسافه محدده طول الوقت بتجهد بعد عدد معين من الساعات، فممكن تحس برضو ان نظرك مش قوي زي الاول. مش معنى كده النظر راح او اتسحب النظر زي ما بيتقال بالعاميه، لكن هو بيبقى فيه شويه اجهاد في العين مجرد ساعه او ساعتين تريح فيهم او تنام شويه صغيرين تصحى تبقى زي الفل. السوشيال ميديا ليها ايادي سوداء على الطب بشكل غير عادي، انا شايف كده. من ناحيه اشاعات، من ناحيه الحاجات اللي بتطلع. ما هو ده طبعا للاسف يعني طبعا، بس احنا دورنا ان احنا نحاول نوضح الـ 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 الصح، المعلومه الصح، ومش كل المعلومات طبعا على السوشيال ميديا بتكون مظبوطه يعني. نسبه كبيره منها بتكون غلط يعني. يعني مثلا انا بعتقد انه في مثلا حتت معينه او لصالح حد معين بداوا يقولوا جمل غريبه، مثلا منظمه الصحه والاف دي اي بتعلق على الليزك تعليقات معينه. ده انتشر من فتره فعلا ان هو ان الاف دي اي اللي هي منظمه الاغذيه والادويه الامريكيه منعت الليزك. طبعا طبعا حاجه زي كده احنا كدكاتره هنعرف قبل اي حاجه يعني. هو مش هيمنع الليزك ويسيبنا احنا شغالين، هو هيبعت لنا اي حاجه منشور دولي اي حاجه يا دكاتره وقفوا ما تعملوش ليزك. لكن نصحى الصبح نلاقي في حاجه موجوده على منصات التواصل الاجتماعي ان الليزك خلاص بقى محرم دوليا. طبعا احنا دخلنا وبعتنا وشفنا. هي القصة ببساطة شديدة ان في دكتور من الدكاترة اللي هم ادوا تصريح بعمليات الليزك سنة 1999، يعني الليزك واخد تصريح في امريكا من سنة 1999. في دكتور قال احنا لازم نراجع الموضوع ده علشان في مشاكل ظهرت من الليزك، لان اي حد بقى يعمل ليزك، اي حد من مقصود بيه اي مريض واي دكتور بقى يمد ايده يعمل ليزك. فقال لا احنا لازم نراجع يعني نحطه في بوتقة او في منظومة معينة على اساس ان احنا نضمن نتائج احسن من دلوقتي. هو يقصد اي دكتور عيون. بالظبط، لانه مش اي دكتور عيون برضو يعمل. بالظبط بالظبط. فهو ما حرمش ولا اتمنع ولا الكلام ده، والليزك حتى هذه اللحظه بيتعمل في اوروبا وامريكا والدول المتقدمه يعني. ما فيش حاجه هو صحه عالميه كبيره طبعا يعني. هو التصحيح ده معناها اللي هو زي ما بيقول اعاده ترخيص الامور. يعني عايز يقننها بصوره تانية بحيث انه مش إن اولا الليزك بيبقى فيه جفاف في العين، الليزك ممكن يبقى فيه تدهور في النظر لو العمليه تمت بصوره خاطئه، لو العمليه تمت في عين ما ينفع عليهاش ليزك. فهو بس عايز ينظم الموضوع ده شويه، دي كل القصه. ودي حاجه مهمه، انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا علشان ان الليزك من انجح عمليات العيون يعني تقريبا من اول ما اتعملت تخصص طب وجراحة العيون دي أنجح العمليات وأشهر عمليات بتتعمل على مستوى العالم. فبالتالي مش ممكن هي تمنع أو يحرم دوليا إلا لو في مشاكل. في مشاكل طبعا بعد العملية بقى نتيجة ممارسات خاطئة معظمها، مش نتيجة عيب في العملية نفسها. طيب هيبقى سؤالي له شقين، ماذا يحدث بعد عملية الليزك في الحالتين؟ في حالة لو حد مش مؤهل قوي مش متخصص في الليزك
هو دكتور عيون بس مش متخصص في ليزك عملها، او حتى لو متخصص وعملها بس في اكيد اي شيء في اي بروسيدر في الدنيا له حاجات ممكن متوقعه، شويه جفاف، شويه مشاكل في الاضاءه، نفهم دي ونفهم دي. خلينا بناخد الشق الاولاني، الشق الثاني اسف، اللي هو المريض عمل عمليه ناجحه جدا مع دكتور استشاري او مع دكتور متخصص في الليزك وهو فاهم هو بيعمل ايه والعين انفع لها الليزك وكل شيء ماشي كويس. مش هيبقى تاني يوم على طول يعني شايف نسبة 100%، لازم يتوقع ان يبقى فيه شوية جفاف، فيه شوية احمرار، فيه شوية حرقان في العين. بعض الناس بيحسوا بأعراض جفاف، أعراض الجفاف دي بتتراوح ما بين إحساس بالحرقان في العين، إحساس بساعات شبورة في العين، إحساس ان هو ممكن يكون عينيه حمراء. فلازم يتوقع المريض ان بعد العملية هيبقى فيه مرحلة أو فيه فترة نقاهة، مش هيبقى النظر 6/6. ما يتوقعش ان هو يطلع من الليزر تحت جهاز الليزر وينزل يسوق العربيه مره واحده، لا، هيبقى الرؤيه مش واضحه، في ضبابيه في الرؤيه، يمكن يكون احسن من قبل ما كان دخل العمليه لكن مستوى النظر برضو يكون فيه شويه شبوره، فبنقوله ما فيش داعي تنزل تسوق العربيه على طول. فلازم يتوقع ان يبقى في شويه احمرار في العين، في شويه حرقان في العين، في شوية شكة، ممكن يحس كأن في حصواية أو رمش غريب موجود في العين، وممكن يكون في ضبابية كمان في الرؤية. دي أربع حاجات لازم كل مريض هيعمل عملية الليزك ولو هي ناجحة 100% هيحس بيها. هيحس بيها تتراوح ما بين فترة 4 ساعات، 6 ساعات، يوم، يومين، وتتلاشى تدريجيا. هي مش هيصحى من النوم مرة واحدة يلاقي الأعراض دي راحت خالص، لا، ممكن تقعد معاه شوية وتتلاشى تدريجيا. بعد كده هوت بيبقى فيه جفاف في العين، أعراض الجفاف هتلاقيها بتروح وتيجي كل شوية، اللي هي احمرار والحرقان والشكشك. من حين لآخر لازم يستخدم قطرات الترطيب، لأن هو الجفاف ممكن يستمر بعد العملية من 2 إلى 6 شهور. يعني في جفاف هيبقى موجود في العين من 2 إلى 6 شهور، ودور الطبيب هو يحدد هل مستوى الجفاف اللي قبل العملية يناسب الليزك ولا يحب يعمل عملية تانية علشان مستوى الجفاف اللي في العين دي عالي ما يتناسبش مع الليزك. يبقى عايزين نوضح نقطة هنا هوت، ان الليزك هيعمل جفاف في العين، فلو العين ما فيهاش جفاف قبل العملية هيبقى فيه نسبة معينة من الجفاف بعد العملية تستمر من 2 إلى 6 شهور وخلاص. احنا عادة معظمنا بنسبة 99% عندنا جفاف نتيجة الحياة العصرية اللي احنا بنعيش، كلنا بنقعد على الموبايل والكمبيوتر وبنقرا والايباد والتكييف والحاجات دي كلها، وبنسهر كتير والتلوث والتراب والعفار والحاجات دي كلها، فعندنا نسبه جفاف. فهي لو كان نسبه الجفاف محدوده بحيث يسمح معاها عمل الليزك مفيش مشكله، هتحس باعراض الجفاف زايده شويه بعد العمليه وتتلاشى تدريجيا بعد كده. لو نسبه الجفاف عاليه قوي يبقى هنا في هذه الحاله بنستبعد الليزك، او لازم نعالج الجفاف بصوره قاسيه جدا قبل العمليه، قبل ما ناخد قرار لعمل عمليه الليزك. فاي مريض هيعمل عمليه ليزك لازم يتوقع فيه فتره نقاهه. فتره النقاهه دي مهمه جدا، اشهر حاجه فتره النقاهه هي الجفاف بتاع العين. مهم جدا كمان هو ما يدعكش ضيف عينيه، الايد مصدر تلوث، ممكن ينقل ميكروبات يحطها على عينيه حتى لو كانت ايديه نظيفه او بيغسلها بميه صابون كويس قوي، مهما كان هي مصدر تلوث. حاجه تانية، الانسجه لسه ما التئمتش بصوره كامله، فبالتالي ده ممكن يحرك الانسجه من مكانها يدخل نفسه في مشاكل ملهاش لازمه. طيب. اللي هو الجزء بقى ده الجزء الحلو، ده الجزء اللي هو الطبيعي، طبيعي جدا وما فيش اي مشكله، وكل الحاجات احنا قلناها كلها حاجات سيمبل، وزي ما حضرتك قلت كلها حاجات مؤقته، يعني في كام يوم هيختفوا. لو العين بقى ما ينفعلهاش ليزك، لو واحد بقى ما خدش باله، يعني ما خدش باله عملها لحد ما ينفعلوش مثلا، مش محترف مثلا، نفترض. فبالتالي هي الاعراض دي هيمر بيها برضو كلها كانها العمليه ناجحه وزي الفل ما فيش مشكله، لكن مشاكل بتظهر بعد كده اهوت. بعد كده اهوت ازاي؟ اولا لو كانت نسبه الجفاف كانت عاليه قوي قبل العمليه، فاعراض الجفاف هتستمر معاه اكتر فتره طويله، وبالتالي هيبقى مستوى الرؤيه مش حلو. اهم طبقه غير القرنية وغير العدسة بتاعت العين علشان أشوف كويس طبقة الدموع. طبقة الدموع مهمة جدا علشان انكسار الأشعة جوه العين تكون منتظم، فلو طبقة الدموع دي فيها نقص شديد اللي هو جفاف شديد يبقى هنا هو أنا مش هشوف كويس، فدي هتستمر معاه فترة أطول. الحاجة التانية، لو هو القرنية نفسها كنسيج رخو أو ضعيف وتعمل ليزك
هيحصل تمدد في نسيج القرنية. التمدد ده مش هيحصل ما بين يوم ولا اتنين ولا شهر ولا شهرين، لا، ممكن بعد ست شهور، بعد سنة سنتين، المريض يحس بتدهور في النظر وتدهور سريع، ويكتشف بعد كده أنه محتاج يلبس نظارة، وقد يكون المقاس النظارة اللي هيلبسها أسوأ من النظارة اللي كان لابسها. لأن القرنية فيها ضعف، فيها ضعف من الأول، وبالتالي انبعاج، حصل تمدد فيها وحصل انبعاج، بالضبط زي ما بعض الناس بيجي لهم حاجة اسمها قرنية مخروطية. قرنية مخروطية هو ضعف طبيعي، هو ضعف، آسف، المريض نفسه مولود بضعف في القرنية نتيجة عوامل وراثية، فبيحصلها تمدد من غير ما يحصل، من غير ما نعمله عملية خالص. لكن في قرنيات هي من الأول ماسكة نفسها وخيرها كافي شرها، هتيجي تلمسها بالليزر يحصل التمدد في الأنسجة وتتحول إلى ما يشبه القرنية المخروطية، والمريض هنا يكتشف إن في تدهور سريع في النظر بتاعه، ودي بتبقى بنشوفها كتير قوي، بالذات الليزك مش الفيمتو ليزك، لأن الليزك أنا بستخدم مشرط في خطوة من خطوات العملية، المشرط ساعات بيشيل طبقة سميكة من القرنية أكتر ما كنت أنا مخطط لها. فمهم جدا إن إحنا نعرف أنهي واحد يناسبه الليزك وأنهي عين يناسبها الليزك، والتكنولوجيا اللي هنستخدمها وقت العملية نستخدم أعلى تكنولوجيا موجودة علشان نضمن أحسن نتيجة ممكنة. هو كان ده السؤال التاني بقى، لأنه دايما ناس بتسأل السؤال المشهور، أو أعمل إيه، ليزك ولا فيمتو ليزك ولا بي آر كي ولا فيمتو سمايل، الأنواع دي بينسبها دايما للدكتور، هو اللي بيحدد الأنسب. هناخد أمثلة سريعة كده. هوت الليزر السطحي هو ظهر قبل الليزك بالمناسبه، اللي هو البي ار كي، اللي هو البي ار كي، بس هو طبعا دلوقتي في حصل تطور كبير قوي دلوقتي، وبقى يعني متقدم جدا. فالبي ار كي ان انا اللي هو ان انا بسلط شعاع الليزر على سطح القرنيه، بنشيل بس شويه الخلايا بتاعه الخلايا، بس طبقه بسيطه من الخلايا. طبعا ده قديم، يعني احنا كده كنا بالاول بنشيلها بحاجه كده زي مكنسه، لا دلوقتي بقينا هنشيلها بالليزر نفسه. وبعد كده شعاع الليزر ينزل يصلح سطح، يصلح عيوب الابصار على سطح القرنيه. الليزك لازم اعمل قطع في القرنيه، انا ببعد المنطقه او الطبقه الحساسه اللي فيها الاعصاب بتاعه القرنيه، دي الطبقه السطحيه اللي فيها الاعصاب اللي هي المريض هيحس بالالم، بنبعدها عن مسار الليزر، فبنعمل قطع بالفيمتو ليزر بهذا الشكل كده. هو كنا زمان بنعمله بالمشرط، بقينا دلوقتي نعمله بالفيمتو ليزر، وبعد كده المريض بيتحط تحت جهاز ليزر تاني اسمه اكزيما ليزر علشان يصلح عيوب الابصار. بعد ما بنخلص بنرجع الشريحه دي تاني مكانها. الفيمتو سمايل اللي هو ظهر ان انا نفس الطريقه، ان انا بشكل او بغير تحدب القرنيه عن طريق ان اعمل قطع بس على مستويين جوه القرنيه، مش مستوى واحد، مستويين، كاني بشيل عدسه من جوه القرنيه نفسها. بس الميزه هنا هوت ان انا ما لمستش الطبقه بتاعت الاعصاب خالص، ولا عملت فيها اي قطع خالص، انا نزلت تحتيها. فهنا هو الفيمتو سمايل ممكن يكون أنسب للناس اللي عندهم جفاف العين، خلاص دي رقم واحد. فلو واحد عنده جفاف عين وإحنا شايفين إن هو يعني الفيمتو ليزك أو الليزك مش هيبقى مناسب بالنسبة له، فإحنا ممكن نفكر في الفيمتو سمايل. لو لقينا القرنية نفسها طبيعية جدا ما فيهاش مشاكل خالص، بس هي رفيعة شوية، بنفضل ان احنا ما نعملش قطع في القرنية، بنفضل ان احنا نستبعد الفيمتو سمايل ونستبعد الليزك او الفيمتو ليزك، ونعمل هنا هو في هذه الحالة الليزر سطحي. بس بننبه ان المريض احنا هننزل شعاع الليزر على سطح القرنية اللي هي المنطقة اللي فيها طبقة الاعصاب اللي هي تحس بالالم بعد العملية، فبننبه المريض ان فترة النقاهة هتبقى سخيفة شوية، في شوية حرقان وشكشكة في العين 4-5 ايام، في شبورة في العين قبل ما الانسجة تلتئم تانية، تقعد حوالي اسبوع او اسبوعين. لازم المريض يبقى عارف الكلام ده علشان يبقى عامل حسابه اذا كان عنده سفر ولا حاجة زي كده يأجله، او يختار توقيت العملية بما يتناسب مع شغله علشان يعرف ياخد اجازة من الشغل بتاعه. فالاختيارات العملية هنا بتعتمد على الطبيب الجراح. ممكن نستبعد كل الكلام ده ونقول احنا هنعمل زرع عدسه، يعني ممكن نستبعد كل الليزر وفهمتوا ليزك والليزر السطحي، ما ينفعش ولا حاجه من دول، وانسب حاجه للمريض في هذه الحاله نعمله زرع عدسه. فالاختيارات طبعا لازم تكون للجراح نفسه. هو ده كان سؤالي، يعني امتى بقى هروح لزرع العدسه مثلا؟ اعتقد الموضوع محتاج حلقه لوحده، لانه زراعه الحساسيه دي حلقه، وواضح انه احتياجاتنا دلوقتي لزراعة العدسة بقت كتيرة، لأنه ناس كتير من اللي نظرها بقى سالب 11 و12 و13 و15 محتاجين يقلعوا النظارة.
وبنعملها زرع عدسات لسالب 2 وسالب 3 وسالب 4 بالظبط، ما بقتش سالب 11 بالظبط، لان هو الموضوع العدسات كمان تقدمت جدا، وفتره النقاه بقت سريعه قوي، وبتتزرع من زرع من فتحه صغيره جدا، وعلشان نسبه او معدل انتشار جفاف العين منتشر جدا بيننا كلنا بسبب الحياه العصريه بتاعتنا، فإحنا احنا بنفضل ان احنا نعمل عمليه ما تؤديش الى حدوث جفاف بعد العمليه حتى لو فتره مؤقته. فبقينا نستبعد كمان يعني معدل حتى ان احنا نستخدم الليزر في تصحيح الابصار زي الليزك والليزر السطحي، لو قارناه من 20 سنه فاتت لدلوقتي لا، المعدل قل، والكفه دلوقتي ما تمشي اكتر في ناحيه زرع العدسات اكتر. عايز اوضح بس نقطه، ان احنا زرع العدسات احنا نقصد ان احنا بنحط عدسه فوق عدسه العين، مش بنشيل عدسه العين الاصليه ونحط مكانها عدسه تانية، دي عمليه الميه البيضاء. لكن انا بتعامل مع شخص ما عندوش ميه بيضاء، عنده 20 سنه او 30 سنه، فانا بحط عدسه فوق عدسه العين الاصليه، بدل ما يبقى عدسه لاصقه او عدسه في صوره نظاره بحطها فوق عدسه العين. العمليه دي بقت ناجحه جدا، بقينا نعملها كتير بمعدل اكتر بكتير من العشر سنين اللي فاتت. هروح بقى لسؤال محاكاة، سؤال بيحكي لنا قصة مهمة من قصص العيون، تعالوا نشوف مع بعض. دكتور أنا بقالي سنين يمكن أكتر من 10 سنين بستخدم عدسات لاصقة لأني بفضلها أكتر من النظارات. دلوقتي عايز أبطل أستخدمها خالص وأعمل تصحيح إبصار، بس قريت على النت أنه في تعارض بين الاستخدام الطويل للعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح الإبصار، هل ده صحيح؟ ده سؤال برضو منتشر قوي، لانه في ناس معتقده يعني انه طالما لبس عدسه فترات طويله عدسه لاصقه هيبقى صعب نعمل تصحيح ابصار. لا، هو كل المشكله ان لبس العدسات بالذات لفترات طويله بيغير شكل القرنيه، يعني القرنيه كسطح خارجي احنا بنحط عليه العدسه اللاصقه بتغير شكل القرنيه، فبتدينا اشكال مختلفه من القرنيه ما بتبقاش اشكال طبيعيه، يعني ما اقدرش ابني عليها قرار لعمل عملية الإصلاح الإبصار والمريض لسه قلع العدسات. فلو هو بيلبس عدسات فترات طويلة يبقى مطلوب منه يقلع العدسات لفترة قد تمتد الأسبوعين قبل ما يعمل فحوصات الليزك، فما فيش أي معارضة ما بين لبس العدسات وعمليات إصلاح الإبصار، لكن مفروض أنه يبقى في فترة في النص تتخللها عدم لبس العدسات خالص، تتراوح ما بين أسبوع أسبوعين ساعات 3 أسابيع أو 4 أسابيع على حسب هو كان بيلبس العدسات فترة بقالها قد إيه أو عدد ساعات كبير في اليوم، علشان نعرف نعمل فحوصات مظبوطة وناخد القرار بصورة مظبوطة. قبل أن نذهب إلى الفقرة الأفلام، عايز الفقرة اللي بخاف منها دي أفلام مهمة، عايز نلخص للناس المضمون المهم اللي احنا جايين النهاردة نقوله. عايز أوضح للناس إن هو الليزك، أولاً السؤال بتاع حضرتك بتاع منظمة الأغذية والصحة الأغذية والأدوية الأمريكية الـ FDA، لا الليزك ما تمنعش، الليزك موجود ومنتشر وبيتعمل حتى هذه اللحظة، الليزك من أنجح العمليات اللي بتتعمل على مستوى العالم في العيون، والفيصل في نجاح العملية هو خبرة الجراح والأجهزة المستخدمة. تنورتني وأسعدتني وكالعادة أمتعتنا بحوار ممتع جدا في أنواع الليزك وما يدور حول الليزك up to date في 2020، كل الأحدث دايماً هتلاقوه في الناس الحلوة أكيد مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحات العيون أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وأميل كلية الجراحين الملكية البريطانية والجمعية الأمريكية لطب وجراحات العيون والجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء والجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار. نورتنا وشرفتنا وكالعادة أبدعت. الله يخليك، متشكرين جداً على الاستضافة. ده اللي متشكر جداً على الله يخليك، خليكم دايماً مع الناس الحلوة. أطفال الأنابيب يعني طالما ده جاي من خلال أطفال الأنابيب حالي مجالي، لما يكبر ويبقى زوج أو لما تكبر وتبقى زوجة هتخلف من خلال حقن مجهري أو أطفال الأنابيب، هذا ليست حقيقة علمية على الإطلاق رغم أنها تبدو مثيرة. طفل الأنابيب ينمو ببطء، هذا غير حقيقي على الإطلاق. أنا عاوز أستغل المميزات اللي عندها، إن سنها صغير وإن الرحم بتاعها كويس وإن حالة زوجها كويس، ناقص بس العدد، يبقى ليه أستخسر في العدد وما دخلهاش في محاولة تانية عشان نزود عدد الأجنة ونزود نسبة النجاح بحجة أنا عاوز أوفر عليها المصاريف؟ ما تعملش الحقن المجهري أصلا. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر
أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. الحقيقة أن هناك الكثير جدا من الأفكار حول الحقن المجهري وأطفال الأنابيب قد تبدو خرافية أو ليست حقيقية على الإطلاق. يعني أشهر الخرافات، أبرز نقول كم خرافة كده مشهورة جدا حول الحقن المجهري، كان يظن أو يقال بين، بس كلها خرافات يعني، مش حتى مش أخطاء علمية، لا دي خرافات مس يعني حاجة كده ضرب من الخيال، إنه الطفل الخارج من يعني الناتج من حالة حقن مجهري أو أطفال الأنابيب عصبي، يقول لك ده لا ده هيطلع اللي هتخلفي ولد عصبي. ما اعرفش حقيقة هذه الخرافة، طبعا ليس لها علاقة على الإطلاق بالواقع، هو طفل عادي قد يكون عصبي لأنه ورث جينات العصبية من أبويه، عادي ده دي صدفة، لو اتولد برضو عادي ولادة طبيعية، ما كلهم ولادة طبيعية يعني حصل من خلال حمل تلقائي، هنقول أنه هو برضو يطلع عصبي. كان يعتقد برضو، ده اعتقاد ما زال موجود في بعض الناس، أنه في دماغ بعض الناس أنه طفل الناتج عن الحقن المجهري أطفال الأنابيب أكثر عرضة للأمراض infection، مناعته ضعيفة، هذا غير حقيقي على الإطلاق، غير واقعي على الإطلاق. أطفال الأنابيب يعني طالما ده جاي من خلال أطفال الأنابيب حقن مجهري، لما يكبر ويبقى زوج أو لما تكبر وتبقى زوجة هتخلف من خلال حقن مجهري أو أطفال الأنابيب، هذا ليست حقيقة علمية على الإطلاق رغم أنها تبدو مثيرة. طفل الأنابيب ينمو ببطء، هذا غير حقيقي على الإطلاق، كل دي خرافات. ممكن ينمو ببطء بالصدفة ان هو يكون عنده جيناته في كده او في عيب جيني معين مرتبط بالجروس هرمون، دي شغلانتنا احنا بقى نزود له جروس هرمون، لكن كل ده خرافات. طب تعالوا نعرف الحقائق الكثيرة المهمة، اكيد الكثير منها مبدع للغاية مع التقدم العلمي، مع ضيفي العزيز المبدع للغاية والممتع في حواره دائما، وبسعد بهذا الحوار سعادة غامرة مع الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بيك دكتور. أهلا بحاجة دكتور أيمن. أنا شايفك مهتم بال جدا، لأن حضرتك بتقول فعلا كلام مهم جدا جدا جدا، ولازم الرسالة دي توصل لكل المستمعين وكل المشاهدين وكل المعنيين بتأخر الحمل، إن الحقن المجهري وأطفال أنابيب ليس له علاقة بولادة أطفال متعسرين ذهنيا أو بدنيا أو صحيا نهائيا، أطفال طبيعيين تماما معرضين زي ما أي طفل معرض إن يجيله أمراض، إن يجيله إن يكون طباع معينة فيه، لكن هم أطفال طبيعيين جدا 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 جدا. عاوز أقول لك حاجة، إن يعني في دراسة كده من الدراسات، بس هي دي يعني كانت يعني فوراجوك يعني الناس بتتنظر بيها، إن نسبة الذكاء في أطفال المولودين عن طريق الحقن المجهري أطفال أنابيب أعلى من أطفال عاديين، بس دي مش يعني مش حقيقة علمية يعني، بس يعني حد لاحظ كده فسجلها يعني. فحاجة بتقول معلومات مهمة جدا. طبعا اطفال الانابيب الحقن المجهري اطفال طبيعيين تماما تماما، والحمل طبيعي تماما، والحمل نفسه عن طريق الحقن المجهري اطفال الانابيب طبيعي تماما، يخضع لكل مقاييس الحمل تماما. وبنأكد على الناس كده، مش اللي ربنا كرمها وعملت حقن مجهري وحملت يبقى دي هتخضع لشروط معينه وتقعد تنام في السرير 9 شهور وما تتحركش خالص، نهائيا نهائيا تتحرك عادي وحياتها الطبيعيه عادي وما فيش ادنى مشكله خالص، هو حمل طبيعي تمام. كل الفكره ان في الحمل التلقائي البويضه والحمل لو اتقابلوا مع بعض جوه الجسم، احنا في الحقن المجهري بنقابلهم مع بعض بره الجسم، ولما البويضه تتخصب وتحول لجنين ونزرعها في الرحم ومشيئه الله يحصل حمل، فهو حمل طبيعي تمام. اكتر جمله كنت اشوف الحوارات، وخصوصا الحوارات اللي اقول لك مش محترفه، شوف هتستغرب من كلامي، اللي ما فيهاش اطراف احترافيه بتتكلم، مش عندك طبعا، مش عندي طبعا، يعني في حتت كده بتتابع احيانا للتندر يعني،
وهي فيما يتعلق بزيادة نسب نجاح الحقن البكري. تمام. وكنت أعتقد إن أنا عمري ما أعمل حلقة فيها الجملة دي لغاية النهاردة. لغاية النهاردة بقى عندك. لا يعني بقت لقيت إن أنا في الأجندة الإعدادية حاطين كلمة زيادة نسب نجاح الحقن المكاري. تمام. طيب فأنا وأنا جاي برضو أعمل معاك الحلقة دي قلت لا احنا لازم ناخدها من اسبكت مختلف. فهسألك بطريقة مختلفة. تمام. إزاي نزود نسب نجاح هو احنا ممكن نزود من نسب نجاح الحقن المكاري؟ طبعا. تمام. هو ده السؤال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحالة دي اللي هي عملت حقن مجهري وما حصلش نصيب. تمام. هل الحالة ديت لو اتعمل لها حقن مجهري تاني بس ما اخذن في الاعتبار اجراءات تانية هتتعمل لها كتير، اجراءات تانية هتعمل لها وكتير ما تعملتهاش في المحاولة او المحاولتين او التلاتة اللي عملتهم وما حصلش فيهم نصيب، هل الاجراءات اللي هنعملها دي ربنا هيجعلها سبب بمشيئة الله طبعا انها لما تيجي تعمل الحقن المجهري تنجح؟ ما هي لما عملتها هنا وما تعملش الاجراءات دي الحقن المجهري ما نجحش، لكن لما عملتها هنا واتعمل الاجراءات دي الحقن المجهري نجح. يبقى اكيد الاجراءات دي ليها دور، اكيد ربنا جعل الاجراءات دي سبب ان الحقن المجهري ينجح. من هذا المنطلق احنا خدنا الست اللي هي عملت الحقن المجهري من منطقة الفشل حطناها في منطقة النجاح، يبقى احنا كده زودنا من نسب نجاح الحقن المجهري. ونطرح الإجراءات اللي ما اتعملتش هنا واتعملت هنا. هي دي هتبقى العوامل. الله ينور عليك. بس الإجراءات كتير قوي، انا عمال اقول لك يا دكتور ايمن. هل هنقدر نحصرها في الحلقة؟ لا خالص خالص، احنا هنتكلم فيها كتير. تمام. ممكن هتاخد وقت طويل. هتاخد وقت طبعا. طبعا. ضيف العزيز الذي سينضم إلينا الآن هو ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عماد درويش، زميل الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد واستشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري لمراكز الرياض للخصوبة وبمراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك دكتور عماد بيه، منورني. أهلا دكتور أيمن. وأنا برضو بتابع بعض الغير متخصصين وهم يتحدثون في نسب نجاح الحقن المجهري. كان هناك سؤال يقال على لسان غير المتخصصين دول. أيوة. السؤال ده كان بيبقى ساذج جدا. أيوة. وكنت انا لما اسمع السؤال ده استغرب جدا لسذاجه هذا السؤال. والان سيكون هذا السؤال هو اول سؤال اساله لك. يعني هو سؤال شديد السذاجه، لكن طريقه اجابتك هي اللي هتجعل لهذا السؤال قيمه كبيره. ايه دور البويضة في نجاح الحقن المجهري؟ ده كان دايما اسمع السؤال ده اروح ضاحك، يعني انا اقول يا، وتلاقي بقى اللي بيسال السؤال ده ملوش علاقه بالطب فتلاقيه انا هسال حضرتك سؤال مهم قوي. ايه دور؟ بس فعلا هذا السؤال وراه خلفيات للي فاهم مهمه جدا. تمام. تمام. بص دكتور ايمن، الفكره كلها في المبدا اللي احنا هنا بنشتغل بيه، فكره التحضير. تحضير قبل الخطوه، يعني هو ده اللي ممكن احنا يكون عندنا يعني كونسبت، او احنا طريق بدايتنا او بدايه الشغل مع الحاله بيختلف عن اماكن ثانيه. فكره تحضير الحاله كويس جدا جدا قبل ما ندخل في الاجراء بتاع الحقن المجهري. اجراء الحقن المجهري ناس كثيره بتعمله بس بطرق مختلفه، وبالتالي نسب النجاح بتختلف من مكان للتاني. يبقى ايه اللي ممكن يميز مكان عن مكان؟ هي فكره التحضير بتاع الحاله. جزء من التحضيرات دي مرتبط بالبويضة، لأن البويضة دي المفروض إن هي الحقن المجهري عبارة عن بويضة وحيوان منى، يعني 50% من الموضوع في إن البويضة تبقى كويسة. ففكرة التحضيرات اللي إحنا ممكن نعملها علشان نعلي من نسب نجاح الحقن المجهري. البويضة المعروف إن هي لها حاجة اللي هو اللفظ اللي كان دكتور هشام قال لحضرتك قبل كده، فكرة جودة البويضة، واللي رجع برضه دكتور هشام غيره بعد كده وقال فكره مدى نضج البويضة. هل البويضة دي لما تتسحب من السيده عن طريق اجراء الحقن المجهري هتبقى في صوره مناسبه ان احنا ينفع نحقن بيها الحيوان المنوي، وبالتالي يبقى نسبه الاخصاب عاليه، وبالتالي يبقى في انقسامات كويسه وتعمل عدد اجنه كويس، ولما عدد الاجنه يكون كويس ده بالتالي هيرفع
من نسب نجاح الحمل المجهري، كمان ان هو هيعمل حاجه ثانيه ان هو هيبقى فيه فرصه للسيده يبقى عندها اجنه مجمده فتقدر تستخدمها بعد كده في محاوله او اخرى. الفكره ان السيناريو المشهور جدا سيده سنها كويس، مخزون المبيض عندها كويس، المفروض نظريا انها تطلع عدد كويس من البويضات بجوده كويسه، راحت عملت الحمل المجهري طلعت بويضتين ثلاثة، عملت جنين اثنين نقلتهم ما حصلش حمل. طب هي الفكرة كلها هو ايه اللي خلى الحالة دي بعد إرادة ربنا طبعا ما طلعتش العدد اللي المفروض تطلعه؟ هل هي كان عندها مشاكل معينة كان المفروض انها تتعالج قبل ما نبدأ في الإجراء بتاع سحب البويضات، ولا هي كانت حالتها فعلا كده؟ فمن ضمن الحاجات ومن أشهرها السيدة اللي هو بيتقال لها انت عندك تكيس في المبيض، فخلي بالك انت ممكن يجيلك استجابة زايدة وتطلعي عدد كبير جدا من البويضات. ايوه ماشي، هي تطلع عدد كبير جدا من البويضات، بس هل عدد البويضات الكتير ده ضربته كويسة ونضجه كويس علشان يقدر يخلي السيدة دي يبقى عندها عدد اجنة كويسة وبالتالي يبقى عندها فرص الحمل نفسها كويسة؟ هو ده الفرق، او هو ده الحاجه اللي احنا بنعملها هنا ممكن تكون زياده، واللي ممكن تخلي بعض الحالات تقول اصل انا لما رحت وطلب مني تحاليل كتيره وطلب مني فحوصات كتيره. بص حضرتك، هو الفكره كلها احنا لما بنطلب ده يعني احنا عايزين اما نوصل لمرحله نقل الجنين داخل الرحم يبقى انا كطبيب متاكد ان انت ما عندكيش اي اسباب تمنع نجاح الحقن المجهري، وانت حالتي متاكده ان اتعمل لك كل الاجراءات اللازمه، ومع ظهور نتيجه الحمل سواء ان شاء الله بالايجاب او لا قدر الله بعدم النجاح، يبقى احنا كلنا متاكدين ان الموضوع خلاص انا عملت اللي عليا وانت عملت اللي عليك. ففكره التحضير هو ده الحاجه الاساسيه اللي احنا بنحاول نركز فيها جدا مع الحاله، ومن اهم الحاجه هي تحضير طبعا البويضه. اذا قضيه زياده نسب نجاح الحقن المجهري ترتبط ارتباط وثيق بالبويضه طبعا، يعني دي في المقام الاول. تمام. كما وكيفا، كما كعدد وكيفا كجوده. كيف نبتدي بيها؟ البويضه جودتها اساسيه طبعا، اساسيه جدا في نجاح الحقن المجهري، وعشان نضمن ان احنا عملنا اللي علينا عشان نوصل للبويضه ان جودتها تكون كويسه، اساسيات لازم تكون موجوده. الهرمونات اللي كده كده هرمونات الجسم الطبيعيه اللي بتكبر البويضه، هرمونات الجسم الطبيعيه اللي بتكبر البويضه لازم تكون طبيعيه، كل هرمون منهم طبيعي وعلاقتهم ببعض طبيعيه. يبقى انا لما تجيلي سيده عندها تاخر حمل او سيده اخرى عندها تاخر حمل وهتعمل حقن مجهري، انا لازم اعمل تحليل هرمون بروفايل كامل ليها عشان اتاكد ان الهرمونات المتحكمه في التبويض كلها سليمه، من ضمنها مثلا هرمونات الذكوره، ودي هرمونات كثير كثير من الاماكن والاطباء بيغفلوا عنها، مع انها مهمه جدا 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 وتاثيرها سلبي جدا على جوده البويضات، ولو سبناها تعمل العمليه وفي عدم انتظام في الهرمونات الغده الدرقيه، هرمونات الذكوره، هرمون ال H وال FSH، ده هياثر على جوده البويضات. يبقى لازم هرموناتها تتعمل وتتظبط، ولو اضطرينا ان احنا نستنى شهرين ثلاثه عشان نظبط الهرمونات دي بنستنى. ده على مستوى الهرمونات. على مستوى ادويه معينه قالها دكتور عماد، ادويه لتحسين جوده البويضات، حالات كتير بتستفيد منها، ولازم فتره لا تقل عن من 6 ل 8 اسابيع تمشي على الادويه دي قبل ما تلجا الى الحقن المجهري. يبقى دول عنصرين مهمين جدا، ياما ناس استفادت منهم، ولما اتطبع عليهم الكلام ده جوده البويضه اتحسنت. ده على مستوى ايه؟ كيفا. على مستوى كما، احيانا بيكون حالات عندها نقص مخزون المبيض، الحالات دي اعمل لهم الحقن المجهري العادي اللي هو تطلع بويضتين وتعمل جنين ونزرعه في الرحم وما حصلش حمل نقول لها هو ده نصيبك؟ لا طبعا، في ما يسمى بالامبريو باسكت بروتوكولز. يعني ايه باسكت؟ يعني سله اجمع فيها الاجنه، بس مش في الرحم، ده عندي في المعمل، تجميع للاجنه. تجميع بالظبط، تجميع للاجنه بقى في دوره واحده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في دبل ستيميليشن اللي هو التنشيط المزدوج، اللي احنا الحمد لله لينا باع فيه من 2017 عملناه بعد ما تواصلنا مع مراكز في ايطاليا والحمد لله عمل نتائج كويسه، او تجميع للاجنه على دورات مختلفه اسمها امبري اكيوميليشن او امبري كولكشن. المهم يكون يعني في عدد من الاجنه اكتر عشان نقدر نوصل نسبه نجاح كويسه. ما هي سيده
سنها صغير الرحم بتاعها كويس، كل مشكلتها ان عدد البيضات عندها قليله. ما عدد البيضات القليله هيكون سبب ان نجاح الحيوان المجاري عنده قليل. انا عاوز استغل المميزات اللي عندها، ان سنها صغير وان الرحم بتاعها كويس وان حاله زوجها كويس، ناقص بس العدد. يبقى ليه استخسر في العدد وما دخلهاش في محاوله ثانيه عشان نزود عدد الاجنه ونزود نسبه النجاح بحجه انا عاوز اوفر عليها المصاريف؟ ما تعملش الحيوان المجاري اصلا. ادخلها في البروتوكول اللي اسمه امبريو باسكت ده، ومعلش هتتعب ماديا شويه بس في الاخر عشان نوصل لنسبه نجاح اعلى. مهم جدا 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 الكلام اللي بقوله ده يا دكتور ايمن. طيب عملنا الاجراءات دي، لازم امشي الطريق كله بدل ما امشي نصه يعني. بالظبط كده. عملنا الاجراءات دي، يبقى مجموعه من الحالات وده لاول مره هيتقال عنه في المجال الطبي في الاعلام الطبي، مجموعه من الحالات عندها ما يسمى ب اوفيريان هايبو ريسبونس. يعني ايه اوفيريان؟ يعني مبيض، يعني ريسبونس يعني استجابه، هايبو يعني ايه؟ نقص، نقص استجابه المبيض. يعني ايه؟ يعني ايه؟ بحاول ان نعمل له تنشيط ما بيستجبش. هاي يعني المخزون المبيض بتاعها اخباره ايه؟ طبيعي طبيعي. سنها اخباره ايه؟ صغير صغير. خدت المنشطات المناسبه تمام بعد ما اتعمل لها تحاليل هرمونات وهرموناتها مظبوطه، او كانت هرموناتها متلخبطه واتظبطت. خدت العلاج بتاع تحسين جوده البويضات، اخدته. ايه ده؟ يعني اساسياتها سليم، سنها صغير، مخزون المبيض بتاعها كويس، خدت المنشطات المناسبه لحالتها. وكان في حويصلات واحنا بنتابع التبويض، واحنا بنتابع التبويض احنا ما بنشوفش بويضات، احنا بنشوف حاجه اسمها ايه؟ حويصلات. كان في حويصلات كتيره طالعه ظاهره بالسونار، يبقى متوقع ان الحويصلات دي هسحب منها بويضات كتير. لا، الحويصلات دي للاسف للاسف لما جينا سحبنا البويضات لقينا البويضات عددها قليل، الحويصلات كتير لكن عدد البويضات قليل، رغم ان سنها صغير ومخزون المبيض بتاعها كويس تمام، والمخزون بتاعها كويس وهرموناتها سليم. رغم كل ده، رغم ان احنا في مركز زيادة الخصوبه كان كل ده معمول، بس طلعت هي من هذا الصنف من الحالات اللي هو الصنف الجديد اللي اسمه اوفيريان هايبو ريسبونس. دول ليهم بروتوكول تنشيط معين في المره اللي جايه هنقدر نتحاشى بيه الموقف ده. الموقف ان حاجه اسمها الاف او اي اقل من 50%. يعني ايه اف؟ فوليكل يعني حويصله، او يعني اوسايت، اندكس يعني مؤشر اللي هو النسبه ما بين الحويصلات والبويضات. وقعت مني؟ لا ما وقعتش. طب فسر لي والنبي عشان خاطر اتاكد انك ما وقعتش مني. ست سنها كويس، سنها صغير، ايوه، المبيض بتاعها يبدو سليم، أيوة. مش فيه مشكله، ايوه، ولكن عدد الحويصلات الموجوده، عدد الحويصلات اللي طالعه بالسونار كتير كتير. تمام. اجي اسحب عشان اطلع، أيوة. البويضه، ايوه، من الاقي العدد قليل، العدد البويضات قليل. يعني عامله زي القصه كده، زي ما تجيب انت يعني في البيت علب هدايا كده في 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 في, في الكريسماس، ايوه، علب كتيره 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 كتير. والولاد يفرحوا قوي، يجي يفتحوا يلاقوا العلب دي فاضيه ودي فاضيه ودي فاضيه. بالظبط كده. ده بيضحك علينا، ده عامل منظر. تمام. يبقى دول لما اجي اعمل لهم التعبير هايل هايل. ما عشان كده انا قلت اسيب حضرتك، رغم ان احنا يعني طبعا انت عيني متهالك واخر اليوم او اول يوم تعبان برضه، بس هو ده تمام. ده الوصف التمثيلي الجميل جدا للحاله دي. الحالات دول لا ليهم وقت الحان المجهري بروتوكول تنشيطي وتفجيري معين نضمن بعد مشيئه الله، بعد مشيئه الله ان الموقف ده ما يتكررش، عشان ما ينطبقش المثل اللي من بره الله الله فلك كتير، أيوة. ومن جوه يعلم الله ما فيش. الله ينور عليك، الله ينور عليك، نورتني. الله يخليك يا دكتور ايمن. لغز جديد طرحه الدكتور هشام الشاعر، هنجاوب عليه في اللقاءات قادمه. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور هشام الشاعر وضيف العزيز الاستاذ الدكتور عماد درويش كانوا في الناس الحلوه منورينا ومبدعين كالعاده. الحوار مستمر، لكن تبقى الالغاز الجميله في العلم تفرض ان هناك بعض الاسئله التي كانت تقال باسلوب فيه الكثير من الاستخفاف بالقيمه العلميه للسؤال. نسب نجاح الحقن المجاري كم؟ استخدم هذا التعبير بشكل فج يقترب إلى التجارية. اليوم نتحدث فيه في منطقة علمية شديدة الثراء تستمر وتفتح أبواب كثيرة جدا لتغذي الثقافة الطبية في الناس الحلوة.
واجزاء معينه في وشهم متاثره. احسن اماكن ممكن تاخد منها الدهون هي البطن والجوانب، دي افضل اماكن. مثلا لو في مثلا الاماكن دي نحيفه وما فيش، ممكن برضو ناخد من الظهر، من اماكن ثانيه، بس دي افضل اماكن ممكن ناخد منها. زراعه المؤخره بالسيليكون او وضع حشوه في المؤخره اثبتت فشل او ما اثبتتش نجاح زي السيليكون او زي الكويسيف جيل بتاع الثدي؟ يعني بتاع الثدي رائع، لكن بتاع المؤخره مشاكله كتير. في حد وشه نحيف او ان هو محتاج ان هو يملى اماكن فضيت مع الوقت، ده اول احتياج. الاحتياج الثاني هنقول ان واحده وشها حلو جدا وما عندهاش اي مشاكل بالنسبه للنحافه، بس عايز تدي شويه لمعه، شويه نضاره، حاجه مضاده للتجاعيد، ده يعتبر برضو الاحتياج الثاني. الاحتياج الثالث اللي الناس ما تعرفهاش، ان في بعض الامراض بتحتاج ان هي تاخد برضو فات ترانسفير او نقل دهون. كيف خدمت نقل الدهون منطقه الثدي المنخسف او الصغير؟ حاليا يستحسن يكون الست وشها مثلث، بمعنى ان هو عريض شويه من فوق ونحيف شويه من تحت. الوش المدور الى حد ما او المربع ما بيبقاش مستحب قوي. دكتور امل بركات، استشاري الامراض الجلديه والتجميل بمستشفيات المانع بالمملكه العربيه السعوديه، عضو الجمعيه الامريكيه والمصريه للتجميل، عضو الجمعية الأفرو-أسيوية للتجميل، حاصلة على البورد الأمريكي. أهلا بكم. الأيام دي في بنات كتير وستات كتير بيشتكوا من نحافة وأجزاء معينة في وشهم متأثرة بعد عملية السمنة. ممكن في ساعات اتباع نظام رجيم قاسي جدا، ممكن بعد ساعات بعض الأمراض تؤثر على الوجه، يعني مثلاً خسسان المصاحب لبداية السكر الانكنترولابل، السكر اللي مش متظبط، تلاقي الوش خس وتلاقي الحتة دي خست. لو مش متظبط السكر، لو متظبط مفيش حاجة هتحصل إن شاء الله. برضو زي ما قلت لكم كتير بعد بعض العمليات الخاصة بتجميم المعدة أو تحويل المسار، عملية السمنة اللي أنا قلت عليه ديت، ساعات تعمل شوية نحافة في الوجه، ساعتها بيكون حقن الدهون، حقن الفيلر حل من الحلول. النهارده حوارنا عن يعني حاجه واضح ان كتير من الناس بتحبها، حقن الدهون، حقن البي ار بي، النضاره بتاعت البشره، مع ضيفتي العزيزه دكتور امل بركات. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك، منوره الناس. حلو، الله يخليك. الحقيقه الموضوع ده بدا ياخد شعبيه كبيره من فتره مش قصيره، من فتره طويله. حقن الدهون يعني ايه؟ حقن الدهون احنا هنقول نقل الدهون، نقل الدهون بنقله من مكان لمكان تاني، غالبا بناخده من البطن او من الفخود، وبنقله في المكان اللي احنا اتفقنا عليه، لو حسب احتياج المريضه ممكن الوش او اماكن تانيه. احنا يبقى هو نقل دهون اكتر منها كلمه حقن دهون. لكن فكره ان انا اخدها ليها صفات، ليها مواصفات معينه. المكان اللي انا هاخد منه يعني هو بعد فترات طويله من البحث، لو ان الاماكن احسن اماكن ممكن تاخد منها الدهون هي البطن والجوانب، دي افضل اماكن. مثلا لو في مثلا الاماكن دي نحيفه وما فيش، ممكن برضو ناخد من الظهر، من اماكن ثانيه، بس دي افضل اماكن ممكن ناخد منها. ازاي بيتم بقى القصه؟ بتتم ازاي؟ واحده جايه لك عندها الحته دي داخله لجوه، الحته دي داخله لجوه، وقالت لك انها عايزه تحقن دهون في هذه المنطقه. هو حقن الدهون دلوقتي احنا بنعمله بنج موضعي، بمعنى انها حاجه بسيطه بتتم في عياده، طبعا عياده مجهزه، مش في اي عياده، عياده مجهزه، تعقيم كامل ببنج موضعي، بمعنى ان هي هتاخد بنج موضعي في المكان اللي انا هسحب منه، وبنج موضعي في المكان اللي انا هحط فيه وهي صاحيه. يعني ممكن مثلا شغلها تي في او حاجه عشان تبقى ريلاكسد اكتر، وهي مسحب الدهون مثلا ممكن تاخد 10 دقايق عمليه السحب بنج موضعي بحاجه اسمها كانيولا. الكانيولا دي ممكن نسميها ابره شفط، او انها الكانيولا اللي هسحب منها الدهون، باخد على حسب ما انا عايزه 40 سنتي 50 سنتي او حسب المكان اللي هنحط فيه. لو مكان طبعا غير الوش بياخد دهون اكتر، وباخد الكميه اللي انا عايزاها وبتتحضر بطريقه معينه، وبعدين تتنقل قدام المريضه، بتبقى شايفه الدهون بتاعتها قدام عينيها، بتاخدها ونحطها في المكان اللي احنا اتفقنا عليه، سواء الوش او في اماكن ثانيه. عظيم. الوش بقى شكله يعني ايه؟ هل في موضه في الوش دلوقتي ولا
على حسب فعلا الاحتياج. يعني في ناس بتفضل الخدود تبقى كبيرة، ولا دلوقتي الموضة انه الوش يبقى مدور. انا برضو بحب افهم الموضة. احنا كده هنقسم احتياجات الدهون، هنقسمها لثلاث احتياجات. اول احتياج هنقول زي ما حضرتك قلت ان في حد وشه نحيف او ان هو محتاج ان هو يملى اماكن فضيت مع الوقت، ده اول احتياج. الاحتياج الثاني هنقول ان واحده وشها حلو جدا وما عندهاش اي مشاكل بالنسبه للنحافه، بس عايز تدي شويه لمعه، شويه نضاره، حاجه مضاده للتجاعيد، ده يعتبر برضو الاحتياج الثاني. الاحتياج الثالث اللي الناس ما تعرفهاش، ان في بعض الامراض بتحتاج ان هي تاخد برضو فات ترانسفير او نقل دهون. فاحنا هنتكلم على اول احتياج اللي حضرتك قلت عليه اللي هو النحافه الشديده. نعم. طبعا بالنسبه للشكل المفروض حاليا يستحسن يكون الست وشها مثلث، بمعنى ان هو عريض شويه من فوق ونحيف شويه من تحت. الوش المدور الى حد ما او المربع ما بيبقاش مستحب قوي، يعني يستحسن تكون السيده وشها مدي على مثلث شويه. فاحنا بنشوف السيده احتياجها لايه، اذا كانت هي عايزه نحافه مثلا في الخدود فاحنا بنزود لها في الخدود. دلوقتي في حاجه جميله قوي، احنا كنا من فتره بنحط الدهون بس في منطقه الوسطى اللي هي بتاعه الخدود بس، واللي هي المنطقه دي بدا يكون في كانيولات او ابر شفط حديثه مجهزه بحيث انها تعمل لي ثلاث اشكال من الدهون، يعني ما تبقاش الدهون بالكي او سميكه زي الاول، فبقى عندي ثلاث تخفيفات من الدهون. يعني ممكن اخلي الدهون سميكه جدا احطها في الخدود، ممكن اخلي الدهون قوامها وسطي شويه احطها هنا، ممكن اخلي الدهون مخففه بحيث ان انا ممكن احطها في الشفايف وتحت العين وفي منطقه الجبهه. يعني دلوقتي ان انا ممكن املى الوش كله، مش زي زمان لما كنا الى حد ما بنفضل المنطقه الوسطى شويه، لا دلوقتي ممكن ان انا اعمل ثلاث اشكال من الدهون بثلاث تخفيفات مختلفه. دايما الفكر هل يوجد كميه معينه بقررها، هل في حدود للكميات، ولا ممكن احقن حسب طلب المريض؟ المريض عايز اكتر. هو يستحسن في الدهون ما زودش قوي، لان لو زودت قوي قوي الدهون لما بتتحط، انا بنقل الخلايا احطها من مكان لمكان، الخلايا دي عشان تعيش محتاجه دم يوصل لها. لو انا حطيت كميات كبيره قوي قوي كده الدم مش هيقدر يوصل لها، مش عارف تاخد التغذيه بتاعتها، هتموت مني دهون كتير. وفي نفس الوقت لو انا حطيت كميه دهون جامده قوي الست بعد ما خلص هتلاقي وشها بقى بالكي قوي ومش هتحب المنظر. فانا برضو ليا بعناية كده ببقى عارفه ان انا ما زودتش عن السنتيمتر اللي انا حق. يعني مثلا معظم السيدات باخد تقريبا من 40 سنتي كده لغايه 60 سنتي، ما بحاولش ازود عن 60 سنتي، وهي لو احتاجت بعد كده تيجي تكمل بيبقى افضل. عظيم. هروح بقى المناطق تحتاج الى كميه دهون كبيره، وهبدا بالمؤخره الاول، يعني قبل الثدي كمان. طيب المؤخره في بنات ستات عندهم انخساف في منطقه المؤخره، وده شيء على فكره يعني مزعج جدا، لانه رمز من رموز الانوثه، لانه لا نستطيع ان نغفله. وبرضو بيني وبينك انه زراعه المنطقه او المؤخره بالسيليكون او وضع حشوه في المؤخره اثبتت فشل او ما اثبتتش نجاح زي السيليكون او زي الكويسيف جيل بتاع الثدي. يعني بتاع الثدي رائع، لكن بتاع المؤخره مشاكله كتير حقيقه. يعني الدهون تخدم في منطقه المؤخره؟ بص انا عايز اقول لك ان الدهون في المؤخره هي الحل الوحيد. ما انا ده اللي انا قلته دلوقتي ضمنيا. لما حضرتك قلت الوحيد. لان انا مش مع ابدا امبلانت زراعات في المؤخره. للاسف ما مش حلو. ومشاكلها كتير. وستات عانت يا عيني. وبنشوف ساعات يعني التهابات. منطقه صعبه يعني غير الثدي. يعني مش حلو يعني ابدا. يعني الثدي مفيش حاجه بتحصل. لا ما شاء الله. بس مش عارف الامبلانت في المنطقه مش حلو. العضلات قويه في المنطقه دي غير عضلات، مفيش عضلات في الثدي عند الست كبيره. غير مجديه. فاحنا دلوقتي هنقول ان المؤخره هو الحل الوحيد الدهون، بس علشان يتعمل لازم يكون عندي مخزون دهني. فلازم تكون الست عندها دهون عشان انا اخد منها الدهون احط في المؤخره، والا هي كده مش هتنبسط، لان لو انا اخدت لها كميه صغيره هي مش هتبقى مبسوطه. عشان احط لها كميه دهون في المؤخره لازم كميه دهون في الناحيتين لا تقل عن 500 مثلا في كل ناحيه. فعشان اخد لها الكميه دي لازم تكون هي عندها ستور او عندها مخزن اخد لها منه.
بس ساعات في بعض الحالات ديت لما بعمل لها شفط بطريقه معينه حوالين المؤخره ببرز شويه المؤخره برده بشكل يعني هي محتاجه شفط مع مال وفي المؤخره الى حد ما عشان يبقى شكلها افضل. طيب هروح للثدي، كيف خدمت نقل الدهون منطقه الثدي المنخسف او الصغير؟ هو الدهون في الصدر من الحاجات الجميله بس ممكن برضو تعمل امبلانت، يعني في الصدر عندنا اختيارين غير المؤخره، يعني ممكن تعمل السيليكون. هو ملك تكبير الثدي هو السيليكون بالظبط كده، لان هي دايما الست بتبقى عايزه حجم معين، الحجم اللي في بالها ده عشان يجي لها اللي في خيالها واللي في مخيلها، هي بتبقى عايزه سيليكون امبلانت. الدهون مهما تكون مش هتعمل الحجم اللي هي في خيالها الا اذا كنت حاطط كميه دهون كتيره، بس برضو الدهون في الصدر جميله لان هي حاجه من السيده مش هتاخد حاجه خارجيه من بره، مفيش فتحات مفيش خياطه، ممكن كل فتره تحط تاني لو هي عايزه، هي جميله لو هي عندها برضو مخزون كويس. بس طبعا قبل ما احط الدهون في الثدي لازم طبعا اعمل الاشعه بتاعتنا الماموجرام والالترا ساوند اتاكد ان مفيش اي حاجه. مفيش أي طبعا يعني، وحتى برضو الامبلانت يعني برضو الامبلانت ينبغي ان يكون متاكد. اي حاجه تحط في الصدر لازم الواحد يشيك الاول. يشيك الاول. طيب هل هناك تخوفات يعني حول حقن الدهون انه مش هيحل لي مشاكل؟ برضو سؤالي رايح في المشاكل الكثيره او المنتشر في الجسد من سكارز من انخسافات اخرى قد تعالجها الدهون. احنا كنا في اول كلامنا قلنا ان في اماكن تانية غير الوش وفي احتياجات تانية، فاحنا بالنسبه للاحتياجات احنا قلنا ان احنا هنملى حجم سواء الوش او الاماكن اللي هي محتاجه انها تتزود، وفي لو هي الست عايزه تحط الدهون في الوش، لان طبعا احنا عارفين الدهون بيبقى فيها خلايا جذعيه فيها ستيم سيلز بدرجه عاليه، فممكن تبقى السيده مش نحيفه ولا حاجه، احنا هنحط لها شويه فات صغيرين جدا عشان استغل الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه الموجوده عشان تديني نضاره نفس واللمعة. فكره البي ار بي، نفس فكره البي ار بي بس على اعلى، يعني ممكن مثلا مالتي بلايد باي 1000 مثلا، تضرب في 1000 ده مقارنه بين البي ار بي والفات. ودلوقتي ممكن احط لها الدهون المخففه جدا من غير ما اعمل لها اي حجم خالص، مجرد بس ان انا اعمل لها نضاره، بدل ما هسحب دم هسحب دهون، وممكن اسحب الاثنين زي ما قلنا، والاحلى نسحب الاثنين، يبقى هتدخل السيده اسحب لها سرنجتين دهون مثلا 20 سم دهون مع ال 8 سم او ال 10 سم بتوع الدم، هيبقى كوكتيل هايل جدا. الحاجه الثالثه اللي حضرتك كنت بتسال عليها الاحتياج الثالث، الاحتياج الثالث ده لما يكون في امراض او ندبات او اي حاجه سواء في الوش او في غيرها. يعني احنا هنقول ان انا بجيب الدهون عشان فيها خلايا جذعيه، الخلايا الجذعيه دي انا هجيبها عشان تعمل لي تحسن في الجلد. لو حد عنده ندبه او حروق او كلف او حب شباب اثار حب شباب، الحاجات دي كلها ممكن ان انا احط لها الدهون تحت الحفر حب الشباب تحت الكلف، انا كده بغير مكنونه الخلايا وبغير المصنع اللي شغال، بدل ما كان المصنع ده مترهل وكان المصنع ده بيجيب لي صبغه كتير، انا هغير له الديناميكيه الحركه بتاعت الخليه، هخلي الميلانين اللي بتفرز اقل، هخلي الكولاجين القليل بتاع السكارز هخليه يتحول من كولاجين اللي هو السيء اللي هو بتاع ندبات لكولاجين افضل اللي هو الجلد بتاعنا العادي، يعني انا هغير من الخلايا. يعني هقول لك حاجه حلوه قوي، ساعات بتلاقي في ناس داخله لك وشها ماضي، ماضي يعني ايه؟ وشها زي التراب يعني زي الطين، بيسموها ماضي فيس، وشها زي الطين كده، خصوصا عند الناس بتوع التهاب الكبد او الارثرو او الناس بتوع. الغريبه بقى لما نحط لهم الفات في اقل من اسبوعين بلاقي الارثلوك ده او الوش الماضي، بس هي مش جايه تعمل لا حجم ولا جايه تعمل اللون الماضي او اللون العام زي الطين ده لونه الترابي ده اتحسن جامد جدا بعد الدهون في فتره قصيره جدا. موضوع مهم ومثير وجميل وممتع، وكالعاده الحوار معاكي كده لطيف، فيعني بيبقى دمه خفيف وفي نفس الوقت بتوصلي المعلومات بطريقه مبسطه جميله بترضي جمهورنا الجميل، وفي نفس الوقت بيفهمها الكبير والصغير، والست اللي عايزه علم جامد بتوصل لها، الست اللي عايزه تفهم بس المعلومه برضه دي بتوصل لها المعلومه صح، فبتنورينا. الله يخليك. يعني ولكن يظل حقن الدهون يعني صيحه رائعه، صيحه جميله جدا جدا، بيحتاج زي ما الدكتوره امل قالت ايد ماهره مهمة جدا، وهي بروسيس، مش هنقول انها الفترة الصفيرة عمرها ما بتلتقي لموضوع انها تبقى اوبريشن، لكن تحتاج الى انها تعمل في ظروف الاوبريشن، لازم مكان معقم تماما، لازم تعقيم كامل، لازم يبقى نظافة كاملة،
يعني لو في احتياج نعملها في اوضه العمليات نعملها في اوضه العمليات، لو مريض عنده مشاكل مناعيه معينه او خايف انا انه اي انفكشن ياثر عليه، كل ده مطلوب جدا جدا في حاله مهمه اسمها حاله نقل الدهون. نورتيني واسعدتيني. ميرسي خالص. كل شكر وتقدير ضيفتي العزيزه الاستاذه دكتوره امل بركات على هذه الزياره المتميزه، وانتم ايضا منورين في الناس الحلوه. خليكم دايما الناس الحلوه. المضاعفات بقى لما تجي لي وبدا البول يسيب منك مستني ايه؟ لما بدا يحصل سقوط في القدم او الحركه خلاص مستني ايه؟ لما بدات تدخل تعديت الجدول والحاجات المخدره والحاجات الممنوعه وبتموت من المك مستني ايه؟ ما هو ايه اللي بعد ده؟ الفرق الكبير جدا بين ان انا اقول انا قررت او انا توكلت او تواكلت. يعني فروق كبيره جدا بين التوكل والتواكل. المريض اللي كان داخل وعنده شلل رباعي بقى ايدين ورجلين خارج بيتحرك وماشي على رجله، الموضوع ما يخوفش. هو ده الامل يعني، هو ده الكلام المظبوط جدا. لكن هنقعد نقول اوعك تعمل عمليه اصل عمليه بتشل، يا باشا احنا بنعمل عمليه عشان ما تتشلش. الاعشاب والحاجات دي جميله جدا، والاعشاب جميله جدا. لا ده انت جيب معلقتين كركم من اللي بتحط بتاع البهارات والتوابل من الاكلات الخليجي واخد بالك، واشربهم على الريق مع شويه ماء ان شاء الله الغضروف يخف. واحد تاني يقول لك لا ده انت عارف كل حاجه فيها بذره من جوه شبه الغضروف كده، كلها شاكوش كده تك تك تك، عارف اللي هو زي الدريل الهيلتي ده الهزاز ده. اه والله يقول لك الشاكوش اللي بيضرب بوكسات في الظهر ده تك 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 تك، انا رديت لك ظهرك على البارد. نقف بقى عند نقطة محددة مهمة جدا. إذا كان في حوارنا قبلا الفقرات القطنية يمكن يعني نوع من التعامل التأجيلي معها، النهاردة أنا ما روحتش عملت عملية في الفقرات القطنية لأني فرح بنتي، لا ده أنا بس مستني بس أقبض الجمعية، كل ده ماشي أو مش ماشي بس هو هنعمل إيه. لكن الفقرات العنقية دي في المنطقة لا. اللي يقول الخطأ فيها ما فيهوش معلش، لا ما فيش الغلطة هنا زي الغلطة في الوش ما فيهاش معلش. ليه الفقرات العنقية ايه اختلافها عن الفقرات القطنية؟ التركيب طبعا اختلاف كبير جدا. يعني الفقرات العنقية هي اولا هم عددهم 7، الرقبة ضعيفة جدا بالنسبة مقارنة بالظهر. يعني احنا في البني ادم اللي قدامنا العادي بنشوف ان الرقبه هي قطرها كده، الظهر هو قطره كده. اللي بيحمي الظهر هو مجموعه عضلات قويه جدا، العضلات دي بتبقى اماميه وخلفيه وفي الجوانب بتبقى عامله زي وتد الخيمه كده ماسكاه كويس جدا ومأمناه تماما. حوالينه اربطه قويه جدا اماميه، وجوه القناه العصبيه في رباط امامي وخلفي عشان يمسك. ما بين الفقرات نفسها في اربطه جامده جدا عامله زي الحزام، عارف زي الحزام بتاع البنطلون كده، الحزام ده استق قوي جدا وماسك جامد، بيسمح بالحركه والمرونه والليونه، وفي نفس الوقت ما يسمحش ان الفقره تسيب مكانها. هو تشريح يعني العمود الفقري ده اعجاز. لا جميل جميل إعجاز. سبحان الخالق العظيم يعني في حد ذاته. يعني انا ربنا خلق لك حاجه تشيل وتتحرك وتعمل كل حاجه وما تلاقيش في جوه حاجه، يعني لما امسكها لا بمسمار ولا بتاع، كلها عاشق ومعشوق في بعضه العمود الفقري، خطير جدا. فقرات مرصوصة وفي النص بقى ما بقاش عظم بس، ده في النص القرص اللي في النص ده اللي بنسميه قرص الغضروف. الرقبة فيها 6 غضاريف، الفقرة الأولى والثانية ما فيهاش غضروف. الراجل اللي احنا شفناه من شوية ورقبته بتتشد ده واخد بال حضرتك الحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت اللي بتاعت ده عمل كسر في الرقبة علشان الفقرة الأولى والثانية ما فيش بينهم غضاريف، فبتكسر البروسيس اللي هو الاودونتويد اللي هو الزايده اللي بتاعت الفقره الثانيه وتقوم راشقه في الحبل الشوكي مع وراه. شايف هنا الحركه بتاعت العمود الفقري، اجيب يمين شمال قدام ورا، كل ده انا ما عنديش مشكله. العمود الفقري مش مجرد عظم، وده الناس برضو عشان كده بدات تتجه الايام دي او الفكر النهارده بقى احسن، فبيشوف ان جراحه العمود الفقري هي تخصص جراحه مخ وعصب وعمود فقري مش مجرد جراحه عظام عاديه. وكثير من الزملاء الاساتذه المحترمين جدا اساتذه العظام يقول لك لا، يعني لما تروح الحل كده روح لدكتور مخ واعصاب عمود فقري هو هيساعدك في الحل اكتر ما احنا نقدر نفيد.
العمود فعلهم في شغلهم في العظام يعني لا 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 عندهم بقى العظام كلها دي ودي والهيبرس والفيمر والمفاصل وبتاع حاجات والمفاصل مولده مؤثره يعني كبيره جدا يعني بالزبط. فهو هو ساب الحته دي بقى علشان يبقى اللي دارس اللي دارس تخصص الجراحه العمود الفقري هيمشي فيها كويس. الحبل الشوكي ده الكابل الرئيسي المغذي وناقل للحركه والاحساس والاشارات العصبيه اللي نازله من المخ الى الاعصاب الطرفيه اللي هي تبدا من اول الذراعين لحد اسفل الجسم من تحت. الرقبه مع الحركه الكتيره بتاعتها مشاكلها هتبقى كتيره طبعا، كل ما بتتحرك اكتر فرص الاصابه بتاعتك بتبقى اعلى. يعني لو واحد قعد في البيت هيعمل حادثه اكتر ولا لو واحد بينزل الشارع كل يوم 10 مرات طالع نازل؟ اكيد اللي طالع وبيتحرك اكتر اصاباته وفرصته في الاصابه بتبقى اعلى. الرقبة كمان استخدامها اليومين دول بالذات مع المذاكرة والطلبة والتابلت والموبايل والنت والقعدة كده بقت صعبة جدا، وخاصة ان هذا المجهود بقى مجهود مبكر. يعني في زمان ما كانش اللود على الرقبة بهذا الشكل، احنا لما كنا بنذاكر نقعد على المكتب وتقعد ماسك ورقة وقلم وبتكتب. النهاردة بقى استخدام النوتس والموبايلات والبتاع بقى بتخليك دايما في وضع انك تاني رقبتك كتير قاعد قاعدة غلط، وفي اي وقت بقى راكب مواصلات ماسك الموبايل بتذاكر بيه، في ناس بتنام تحت يعني على المخدة بيه وتحت البطانية متغطية ماسكة الموبايل. والسن صغر جدا في الأطفال، يعني أطفال سنتين وخمس سنين وسبع سنين واثناشر سنة وخمشار سنة ماسكين موبايلات وتابلتس، فبالتالي الحركة على الرقبة بقت زيادة. الحركة زيادة عملت حاجتين، عملت نمرة واحد احتكاك زائد في الفقرات فهذا يؤدي إلى خشونة، والخشونة هي الأب الشرعي للانزلاق الغضروفي. مجرد ما تبدأ الخشونة الغضاريف جاية وراها على طول. الاحتكاك هنا هو أن الغضروف اللي في النص بدأ يتآكل أو يخرج من مكانه يضغط على العصب ويضغط على الحبل الشوكي. يعمل كمان ارتخاء في الأربطة والعضلات وضعف العضلات. العضلات الخلفية أنت لما طول ما أنت قاعد وتاني كده العضلة مشدودة، الدم اللي بيغذي العضلة بيقل، بعد فترة العضلة دي بتضعف ويحصل فيها نوع من التليفات فيها، فالعضلة خلاص راحت منك العضلة ضعيفة. عشان كده جزء كبير جدا من علاجنا ان احنا لازم نقوي منطقة الرقبة والاكتاف، وجزء مهم جدا في علاجاتنا العلاج الطبيعي جزء منه الحركة. شوف الرقبة حرك فوق وتحت قدام شمال يمين، حبل الشوكي اهو باعت اشارات عصبية وكهرباء محترمة نازلة للجسم كله تتوزع توزيعا عادلا بقى ما بين الاطراف ايدين ورجلين. التوزيع العادل ده بقى ممكن لا قدر الله يقف في حته ما يبقاش عادل بقى خلاص. انا لو الرقبه والفقرات العنقيه حصل فيها غضروف او ضغط او كسر او حاجه يبقى خلاص هيمنع الاشاره عن كل ما هو تحته، يعني لان الاشاره نازله من فوق لتحت. نخلي بالنا اشاره طالعه من المخ ونازله من الحبل الشوكي كده 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 لحد اخر حاجه في المنطقه العجزيه العصعصيه اللي بتغذي منطقه الاطراف. كل منطقه في جسمنا لها اسم، تحت دي اسمها المنطقه القطنيه، القطنية والعجزية، اللي فوقها دي اسمها المنطقة الصدرية، اللي فوقها شوية اسمها المنطقة العنقية. المنطقة العنقية دي مش مسنودة ولا محمية إلا بشوية عضلات ضعيفة جدا، بينما المنطقة الصدرية اللي تحتها في قفص الصدر والضلوع محوطاها كده عاملة زي القفص الحديدي حوالينا، هي اللي ماسكاها مقوية. عشان كده أقل الإصابات وأقل الغضاريف بتبقى في المنطقة الصدرية، يعني أكترهم بيبقى في المنطقة القطنية علشان دي بتشيل احمال كتيره جدا، والمنطقه العنقيه عشان بتتحرك كتير جدا. والاصابات والحوادث والكلام ده كله الايام دي، وطبعا في حمله توعيه جامده جدا لاصابات الطرق وحوادث الطرق والتنبيهات الخطيره جدا عليها، لان اكتر اصابات بتحصل في الرقبه في العمود الفقري في الرقبه او في المنطقه ما بين الصدريه والقطنيه. الرده بتاعت الجسم الخبطه دي. اطلع قدام بالقصور الذاتي حتى على فكره والرجعه لورا بالحزام، يعني ما هي الحزام بطلع وبرجع كده الحركه دي سريعه جدا وقويه جدا بالظبط. بيسموها الويبلاش. الويبلاش دي بقى ممكن تكسر العظم، ممكن تقطع الاربطه، ممكن تعور الحبل الشوكي او تعمل اصابه فيه. فندخل في متاهات جامده جدا. اقل الاضرار اللي بتحصل هو وجود غضروف في الرقبه. وجود الغضروف ده يبدا يحصل يعمل لنا اعراض، اعراض الغضروف دي مختلفه جدا. وفي ناس يعني الحقيقه غضروف العنق ده من الحاجات الخادعه جدا، يعني في ناس بتبقى اعراضها واضحه وصريحه، وجع في رقبتي، رقبتي اتشنكلت مش عارف اتحرك، بقوم من النوم الصبح مصدع جامد جدا، مش قادر احرك رقبتي، مش شايف قدامي، انا رقبتي خلاص. هو شخص رقبته. في ناس بعد شويه الرقبه دي خلاص الالم بتاعها هيفك، ده انا بحركها زي الزمبلك اهو، بس الوجع نزل فين؟
في كتفي وفي دراعي. ليه؟ اصل في غضروف. الغضروف بص زي ما هنا شوف الفقرات عامله ازاي، الفقره الثانيه الثالثه الرابعه ما بين الرابعه والخامسه في غضروف كبير جدا وراجع لورا خالص، ضغط على الحبل الشوكي وده ياثر على المنطقه بتاعت الكتفين الرابعه والخامسه، والخامسه والسادسه تمسك المنطقه بتاعت الدراع تبدا من الكتف وتنزل في الايد. الناس مش فاهمه ان الايد دي فيها مجموعه اعصاب متعدده، فكل عصب بيغذي منطقه. يعني في واحد يقول لك انا صبعي الصغير ونص الصبع اللي جنبه ده بينمل وبيخدل وبقوم الصبح كده ولو نمت عليه بقوم خدلان جدا مش عارف احركه، ولو انا ماسك سماعه التليفون ما اقدرش اكمل بيها، بعد شويه بصدع جامد جدا وفي تنميل في مؤخره راسي، في شكوى في الرقبه الناس تشتكيها وساعات ما بيبقوش عارفين هي ايه. يقول لك اصل انا الاتزان بتاعي بمشي بخبط وبروح لدكتور وعمل لي مقياس سمع واتزان وقاعد باخد علاجات ادويه الاتزان والسمع بقاله شهور وما بتحسنش. في ناس تتكلم على صداع مزمن، انا بيجي لي صداع بقاله سنين ومش عارف له سبب، واخد بالك؟ وكلمه الرقبه منسيه خالص، او حتى لو شافها بيشوفها باشعه عاديه يقول له بس ده شويه خشونه بسيطه جدا والموضوع بسيط. لا مش كده. في ناس بقى بتبقى شكوتهم يعني عارف، وخاصه يقول لك كتمه نفس ده انا مش حاسس ان فيه هواء، يعني الخنقه اللي على العصب دي بتولد احساس بالضيق جدا وبتاثر ساعات على الحركه بتاعت الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز بياخد الفقره من الرابعه والخامسه الفرينك نيرف وبينزل تحت، فده لما بيتاثر انا بعرفش اخد هواء نفسي الدنيا مقفوله. هو البريد مش بيبقى عارف التفسير بس هو حاسس كده، بتخنق بسرعه بتعصب بسرعه، ده انا زهقان زي الميسينيا بتاع عضلات التنفس زيها لما بيحصل ضعف العضله. تمام. يقول لك انا زهقان انا مش عارف انا بتخانق ليه، ما عدتش طايق نفسي ولا طايق اللي في البيت، ده انا عايز اسيب لهم البيت وهج. والله العظيم الكلام ده الحقيقي فور ديفرنشال دايجنوز بيتقال طبعا. واخد بالك؟ تيجي بقى المشكله هنا ان الرقبه مشاكلها مش على قد الرقبه بس، هنا بقى اربع غضاريف خمس غضاريف. طيب الغضاريف ديت لما بتضغط على الحبل الشوكي وخلاص وصلت لمرحله ان العلاج مش نافع معاها، اتفقنا 80% الى 90% هيخفوا بالعلاج، متفقين على كده؟ طيب في عندك 10-15% يحتاجوا تدخل. الرقبه بقى التدخل فيها بقى حديث جدا، يا اما جراحه بالمناظير بندخل فتحه صغيره سنتي او بتاع وندخل نشيل الغضاريف دي ونركب غضاريف بديله. الغضاريف البديله انواع واشكال، كنا في وقت من الاوقات بنركب شرايح، بنركب شرايح ومسامير، بنركب شريحه ذكيه ومش عارف ايه، الموضوع اتطور الى ما هو احدث من ده بنسميه الغضاريف البديله زي الغضروف الصناعي او الغضروف الاكريليك ولا حاجه. بندخل بتبقى العمليه كده ببساطه جدا، دي كانت تعمل العمليات السابقه قبل كده وممكن نعملها دلوقتي في حاله واحده بس. لو انا عندي ده اسمه غضروف بديل، ده نوع بنسميه الغضروف الاكريليك، ده حاجه كويسه جدا وبيشيل او بنسميه سبيسر اللي هو بيدي مسافه ما بين الفقرات وبعضها علشان يعوض المسافه اللي هي كانت بتاع الغضروف اللي تاكل. انا حطيت السبيسر وبثبت فوقيه بالشريحه والمسامير، دي في حاله لما بيكون الحاله متقدمه او في عدم ثبات في الفقرات، وده بيبان معانا في الاشعاعات العاديه او الاشعاعات الديناميكيه اللي بنعملها. دي عمليه بسيطه جدا وسهله وبتتم وبتاخد ساعه زمن، خلصنا من مشكله الغضروف اللي هو مسبب الم رهيب جدا لدرجه ان في ناس تيجي تشتكي لك تقول لك ايه انا عايز اقطع دراعي خلاص والله بجد ما بينامش. طب ولو كح يحس بكهرباء في جسمه، ألم رهيب. ساعات بقى يجي يقول لك اصل ده ما بقتش ايديا، ده نزل كمان على رجليا، ما اصل انا عندي لونج تراكت نازل لحد تحت. ياثر الغضروف على الرقبه، ياثر على الكتفين، ياثر على الاخراج. يعني في ناس بتبقى شكوتها كلها ومش واخده بالها ان انا البول بيسبقني وعايز ادخل حمام بسرعه ما بلحقش امسك نفسي، الحبل الشوكي مضغوط فالاشاره العصبيه للمثانه متاثره. واخد بال حضرتك؟ في ناس بقى بيجي بقى ما هو اصعب من كده، ده جاله ضعف وخزل وايديا بدات تخس وبمسك ست البيت له شكوى معروفه ومشهوره تقول لك المعلقه ما عادش بعرف امسكها. اول حاجه تقول لك ما اعرفش اعصر الليمونه، ما اعرفش اقطع البطاطس، ما بعرفش اقلب مش عارف بالمعلقه الكبيره دي، الصينيه باجي امسكها بتقع مني، ايديا بتترعش وبتتهز، ده ما كانش في اليمين بس ده بقت يمين وشمال. ما تعرفش تسرح شعرك؟ ده دي بقى تانيه بقى، ده انا ما اعرفش البس هدومي. يعني انت عارف شكوى دي مشهوره جدا، ما بعرفش البس هدومي، ما بعرفش اربط الطرحه، ما بعرفش اسرح شعري ولا مشطه، بستحمى بمساعده، ده في حد لازم يجي هو اللي واخد بال حضرتك. كل الاعراض دي كلها هي اعراض مشاكل في الفقرات العنقيه. والغضروف العنقي هو غضروف صغير وضعيف. طيب الغضروف تاكل الغضروف، عاده غضروف العنق ما بيجيش غضروف واحد مع بعض، يعني واحد لوحده كده ده بتبقى من الحالات القليله.
30% من الحالات بتاعت غضاريف العنقيه بيبقى غضروف سنجل ليفل، غضروف واحد. عندنا 60% مالتيبل ليفلز. عندنا في 10% بيبقى معاهم حاجه اسمها ضيق في القناه العصبيه العنقيه كمان، يعني القناه العصبيه بتقفل كمان. طيب العمليات هنا بنختارها على حسب ايه؟ على حسب عدد الغضاريف، تكلس الغضروف، الغضروف جديد ولا لا، لان الغضروف بعد 6 شهور من حدوثه يبدا يتكلس، الجسم يبدا يقاومه ان يرسب فيه جواه كالسيوم عشان يبقى عامل زي الزلطه زي الحجره جوه علشان ما يزيدش وما يكبرش. هو الجسم بيحاول يدافع عن نفسه، بس ساعات الدفاع ده بيبقى مضر جدا زي بعض الامراض المناعيه عندنا في جسمنا او الحصوات اللي بتتكون في جسمنا، هو وسيله دفاعيه من الجسم، بس ساعات بيبقى الدفاع يزيني انا، النشاط الزايد بتاع الجسم ساعات بيهدد صاحبه الحقيقه. فالغضروف لما بيتكلس خلاص ما عادش ينفع بقى فيه الحاجات الصغيره البسيطه، لا التدليك ولا العلاج الطبيعي ولا الكلام ده كله. ممكن استعين بقى بلبس رقبه شويه، ممكن استعين بجلسات في البدايه، لو ما جابش نتيجه يبقى على طول انا محتاج اعمل عمليه لسبب وحيد، عشان تجنب كلمه اسمها ضمور الحبل الشوكي. ضمور الحبل الشوكي هي اخطر ما في الغضروف العنقي طبعا، لان لو سبته الحبل الشوكي بيتغذى بشرايين اماميه من قدام، فالشريان ده بيبقى نايم على الغضروف كده. الغضروف اول ما بيكبر وينشف ويبقى عامل زي البوزه كده يبدا يضغط على الشرايين يقفلها. الشرايين دي لما بتتقفل بتعمل ضمور وضعف في الحبل الشوكي نفسه، يبدا الخلايا العصبيه هنا اسكيميا بتموت خلاص، رأس دموي يعني. العمليه بقى هنا لما بشيل الغضروف بتبدا الدوره الدمويه تتحسن، لو ما حصلش تلف في الحبل الشوكي انا بلحقه يبقى مش هيحصل. طب لو حصل وده يجي لنا ساعات بالظبط عمره ما هيتصلح تاني. طب امال بتعمل له عمليه ليه وانت عارف انه حصل عنده ضمور؟ عشان ما يحصلش بروجريشن، عشان الموضوع هيزيد، واللي كان الضعف اللي موجود في كتفه او الضمور اللي حصل في ايديه هيحصل في بقيه جسمه. اصل الضعف والضمور له درجات يعني، هيوقف بعد كده التنفس، هيوقف بعد كده التحكم في الاخراج، هيعمل شلل رباعي ايدين ورجلين. من باريسز، ما هو في ويكنس وباريسز وباراليسز، الناس ما بتعرفش تفرق بين التاني. ضعف وشلل نسبي وشلل تام بالظبط. ممكن ضعف فانا بعمل العمليه عشان ما يتحولش الى شلل نسبي بالظبط، او لو هو شلل نسبي ما يتحولش لشلل. في ناس بتصر بيقول لك هو انا عنده ضمور ودايما هي بتتحرك. ايوه بس بتتحرك، بس الوظيفه بتاعتها ما عادتش، بقت ضعيفه، والموضوع ما هوش ستاتيك ولا هيقف، الموضوع هيزيد مع الوقت. فبالتالي التدخل في الرقبه بالذات غير الظهر. والعمليات الحقيقه بقت عمليات بسيطه جدا ومش مكلفه صدقني، يعني والله الناس مش واخده بالها ان التكلفه بتاعتها بقت بسيطه جدا، ابسط من اي حاجه يعني، تساوي عمليه النهارده بتاعت ولاده ولا عمليه زايده، بس بتحل مشكله. والتكنولوجيا ما شاء الله، التكنولوجيا بقت عاليه جدا. انا بعمل لك عمليه النهارده بتخرج بعد 12 ساعه من المستشفى، بتروح بيتك بتمارس شغلك بعد 3-4 ايام. هنا بص ده غضروفه، ده نوع جميل جدا من العمليه، خلاص بقى احنا لقينا غضروف واحد اهوت هنشيله، شلنا الغضروف وركبنا هنا غضروف بديل، الفقرات متحرك. ادي الغضروف البديل، تركيب الغضروف البديل عباره عن اجزاء كده بتركب على بعضها، وفي النص حاجه زي البليه كده، هي طبعا مش بالشكل ده قوي، بس يعني ايه ده رسم مبسط لها يعني خلاص. بس دي بتضمن انك انت بتحافظ على حركه رقبتك. هو هدف كله في بتاع التقدم التكنولوجي المحافظه على الرقبه، ان انا بحاول بالظبط كده سيميوليت الحركه، يحاول ان هو يحاكي الطبيعي. سيميوليت هو سبحان الله، مفيش حاجه زي اللي خلقها ربنا ابدا، واستحال انها تكون زي اللي خلقها ربنا، ولكن هي بتؤدي وظيفة تخليك ما تبقاش عاجز، تخلي وظيفة ان ما تخليش المرض يتطور معاك الى ان تصل لمرحلة انك انت مش قادر تؤدي حياتك بشكل طبيعي ومحتاج مساعدة. في ناس بيوصل لمرحلة مش قادر يمسك الدركسيون بتاع العربية العادي يسوق لنفسه، ولا يحرك الفتيس او يدوس على الدبرياج او مش عارف ايه، رجله بدأت تقف. اللي حتى اللي معاه عربية اوتوماتيك بقى حركة رد الفعل بتاع الفرملة بتاعته ما عادش، ومن هنا بتيجي حوادث كتيره جدا. يقول لك انا باجي ادوس فرمالتي رجليا بتعمل كده بترعش كده، يا باشا ما انت الرقبه بايظه، الرقبه تعبانه، الحبل الشوكي مخنوق، الرعشه اللي في الرجل دي، ودي بتلاحظها يعني، تلاقيه واقف كده قدامك رجله بتعمل كده، رجله على الارض بس بترعش، في رعشه عارف زي هزاز كده فايبريشن تك 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 تك، لدرجه انه ممكن يقع الرجل، ممكن تخونك وممكن تقع مع نزول السلم اكتر من الطلوع. يعني مشاكلنا في الرقبه تبدا تشخصها في نزول السلم مش في طلوعه، برغم ان الطلوع انت شايل حمل جسم، بس العضله بقوتها تقدر تقاومك.
تحت بقى انت بتنزل على بداية اطراف الاصابع على مشط الرجل، لانه هو التأثر في الحبل الشوكي كمان بيراميدال ليجن، بيراميدال مسؤول ديستال موفمنت، يعني الحركة البعيدة عن الحركة البروكسيمال. بالظبط. فالبي بروكسيمال تتأثر متأخرة عن الديستال، هي كده. فبالتالي العضلات مثلا بتاعت الكتف تتأثر بعد العضلات بتاعت الايدين، بيراميدال ليجن. ناس كتير يجونا يقول لك ايه ده شغله طبيعته ان هو بيشتغل في بنك، ومعظم الناس اللي بيبقوا في البنك او اعمالهم كتابيه او موظفين او بتاع قعدته كتيره تانيه الرقبه، فالرقبه بتتاثر، يجي بقى في امضه او فورمه امضه معينه توقف له شغله كله. يعني بتروح تترفض، بترجع تاني تترفض. يعني كان عندي حد والله جاي لي يقول مع الباركنسونيزم، يقول لي دي شهاده بس الرعي مرضيه تؤكد ان انا دي امضتي، لان انا ايديا ما عادش بعرف امضي بيها. هو عايز ده عشان يثبت، لان تخيل بقى واحد كان بيصرف معاش وكل ما يروح يصرفه ويلاقي ايديه ما بتجيش، لا مش مش هيفتح لك، والصراف مش هيصرف لك. لان دي مش امضتك، اثبت بقى ان حضرتك هو نفس البني ادم ودي نفس الامضه وبتاع. موضوع صعب جدا، لكن هي كل حاجه لها حلول. يعني كل حاجه لها حلول. احنا بنقول الرقبه ما بتصبرش كتير الحقيقه، الظهر بيصبر شويه، لكن مش مفروض ان انا اصبر عليه. يعني لو عندي حل ما انا اروح احله، والحلول بقت متاحه وافيلبل، والتقدم التكنولوجي بقى موجود. بلاش نسمع للكلام اللي هو الخايب بتاع لا 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 اوعك تعمل عمليه، اصل اللي بيعمل عمليه بتشله. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها كده. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، نورت كالعاده. أشكرك الناس بتكلم الحلوه، وابدعت كالعاده، وزي ما قلت هذه سلسله مهمه جدا ينبغي ان تذاكر وان تفهم بشكل متكامل، سواء في الفقرات العنقية في حوارنا اليوم أو في فقرات القطنية في حوار سابق. لكن يبقى العمود الفقري، الكلمة المهمة عنه أنه ليس كما تتصورون أنه قوي للغاية، فالإنسان خلق ضعيف، هذه حقيقة طبية بحتة. اللي يصدقها يصدقها، واللي مش هيصدقها هيجي الوقت للأسف أنه في يوم هيصدقها، بس الوقت ده يوما لا ينفع الندم. ندم هنا هيبقى فيه معاه مصاحبات كتيرة جدا، ألم ومعاناة وكثير من الأشياء اللي ما تمنهاش لأي حد قريب أو بعيد. خليكم معنا سلام.